الآن مشاهدينا ننتقل إلى هذه الجلسة لمجلس الأمن المخصصة حول طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. مجلس الأمن، حضوركم اليوم يؤكد على أهمية الموضوع قيد النظر اليوم. عملا بالمادة 37 للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثلي البحرين وبنغلاديش وبلجيكا وبوليفيا والبرازيل وكمبوديا وتشيلي وكولومبيا وكوبا ومصر وغانا والهند وإندونيسيا والعراق وأيرلندا وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليختنشتاين وليبيا وماليزيا والمالديف وموريتانيا والمكسيك والمغرب ونيكاراغوا ونيجيريا والنرويج وعمان وباكستان وبنما وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر والسعودية العربية وجنوب أفريقيا وأسبانيا والجمهورية العربية السورية وتايلاندا وتونس وتركيا وأوغندا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية إضافة إلى فيتنام. أدعوهم جميعا للمشاركة في هذه الجلسة. It is so decided. تقرر الأمر على هذا النحو. وأقترح أن يدعو المجلس الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين المراقبة للمشاركة في هذه الجلسة عملا بالنظام الداخلي المؤقت والممارسات السابقة في هذا المضمار. في غياب أي اعتراض تقرر الأمر على هذا النحو. بالإنابة عن المجلس، أرحب بسعادة السيد زياد أبو عمرو. عملا بالمادة 39 للنظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو الأفراد التالي أسماءهم أيضا للمشاركة في هذه الجلسة. سعادة السيد تشيك نيونغ، رئيس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والسيد زفان كوبمانز، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط، وسعادة السيد حسام زكي، مساعد الأمين العام ورئيس ديوان الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد البحر المتوسط. تقرر الأمر على هذا النحو. سيشرع مجلس الأمن الآن بالنظر في البند الثاني من جدول الأعمال، وأعطي الكلمة الآن لسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، لقد أصبح الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيداً خطيراً قولاً وفعلاً. حالة واحدة من سوء التقدير أو سوء التواصل، خطأ واحد يمكن أن يؤدي إلى ما لا يمكن تصوره. نزاع إقليمي واسع النطاق سيكون مدمراً على كل من انخرط فيه وعلى بقية العالم. فلحظتنا المحفوفة بالمخاطر القصوى يجب أن تكون لحظة تتسم بضبط النفس على أعلى درجاته. أشدد على إدانتي القوية للتصعيد الخطير بسبب الهجوم واسع النطاق الذي أطلقته جمهورية إيران الإسلامية ضد إسرائيل في 13 نيسان أبريل. استخدام القوى ضد النزاهة الإقليمية والاستقلالية السياسية لأي دولة كانت أو باستخدام أي سبيل غير متسق مع مقاصد الأمم المتحدة محظور وفقا للميثاق. وكما ذكرت في بداية هذا الشهر حينما أدنت الهجوم ضد القنصلية الإيرانية في دمشق، نشدد على أن مبدأ احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين يجب أن تحترم في كل الحالات وفقا للقانون الدولي. فقد حان الوقت لوضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموية. لقد حان الوقت
لوضع حد لذلك. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل يدا بيد لمنع أي إجراءات قد تدفع الشرق الأوسط بأسره إلى حافة الهاوية، وسيكون لذلك عظيم الأثر على المدنيين. اسمحوا لي أن أتوخى الوضوح الجلي، فالمخاطر تتصاعد على أوجه عدة، ويجب أن نتشاطر المسؤولية بمعالجة تلك المخاطر ودفع المنطقة بعيدا عن حافة الهاوية. والسبيل لذلك هو اعتماد العمل الدبلوماسي الشامل للتهدئة في الشرق الأوسط. السيد الرئيس، يبدأ الأمر بغزة. وضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر على نحو كبير في المنطقة بأسرها، وأشدد على ندائي بوقف إطلاق نار إنساني فوري وإطلاق سراح لكافة الرهائن المحتجزين في غزة بشكل فوري. فالهجمات الإرهابية المروعة التي أنشنتها حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في 7 من تشرين الأول أكتوبر، ما في ذلك القتل وسع النطاق واستخدام العنف الجنسي والتعذيب واحتجاز الرهائن، كان تجاهل غير مقبول أبسط المبادئ الإنسانية وانتهاك لأبسط قواعد الرئيسية للقانون الدولي. ففي غزة تمخضت عن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي دامت على مدار 7 أشهر جحيم مستعر إنساني، عشرات الآلاف من الناس قتلوا، وقد عانى مليوني فلسطيني من القتل والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الحيوات، وهم أصبحوا الآن على حافة المجاعة. وقد تفاقم العملية الإسرائيلية في رفع هذه الكارثة الإنسانية، وأرقام الضحايا مروعة وغير مسبوقة في سرعتها وحجمها خلال فترة ولايتي كأمين عام. فوفقا لليونيسف تم الإبلاغ عن قتل أكثر من 13,900 طفل فلسطيني في هجمات مروعة وعشوائية، وطرأ ذلك مع قيود حادة فرضتها السلطات الإسرائيلية على توصيل المساعدات الإنسانية للشعب في غزة، فهم يواجهون حالة تجويع واسعة النطاق. وقد اعتمدت إسرائيل مؤخراً عدد من الالتزامات لتحسين توفير المساعدات، وهناك بعض الأمثلة على التقدم المحدود. فقد تم توصيل 3 قوافل تابعة لبرنامج التغذية العالمي تشتمل على 25 شاحنة استخدمت معبر إريدز في شمال غزة أيام 14 و15 و16 من نيسان أبريل لتوفير طرود غذائية ودقيق القمح، وساعات عمل معبر كرم أبو سالم ونتسانا توسعت من الجانب الإسرائيلي. إلا أن الشواغل الأمنية تعني أننا لم نستطع أن نعتمد نفس الساعات الموسعة على جانب غزة. بعض المخابز استأنفت عملياتها في شمال غزة ووسطها، وهي أول من فتح أبوابه على مدار الشهور. وهذا التقدم الذي يبدو أنه قد أحرز في مجال، للأسف لا ينعكس بسبب التأخر والقيود من جانب آخر. على سبيل المثال، ومع أن السلطات الإسرائيلية قد صرحت بمرور بعض قوافل المساعدات، إلا أن تلك التصريحات تصدر في وقت متأخر من اليوم، حينما يكون من الصعوبة بمكان تقديم هذه الخدمات وتوزيع المساعدات والعودة بأمان، لأن موظفين لا يمكن أن يعملوا في الظلام في منطقة حرب محفوفة بالأدوات غير المتفجرة، وبالتالي أثر ذلك محدودا وفي بعض الأحيان غير محسوس على الإطلاق. فقد زادت التصريحات، إلا أن هناك عقبات متواصلة تحجب المساعدات عن الناس التي هي في أمس الحاجة إليها. وخلال الأسبوع الذي امتد من 16 إلى 12 أبريل، منعت إسرائيل أكثر من 40% من طلبات الأمم المتحدة التي تطالب بعبور نقاط إسرائيلية. نحتاج وبشكل طارئ إلى إحراز تقدم قبل القياس ومجدي، في ذلك على سبيل المثال التوصيل غير المقيد للمساعدات عبر ميناء أشدود، وإعادة فتح الممر المائي لنهر الأودز، ولمنع المجاعة التي أصبحت على الأبواب وأي حالات وفاة قابلة للتجنب بسبب المرض. نحتاج نقلة نوعية في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى فلسطين في غزة. فالغذاء
الغذاء ضروري، كما هو الحال بالنسبة للمياه الصالحة للشرب والإصحاح والرعاية الصحية، مما يعني ضرورة معالجة التحديات التي تعرق لتوصيل المساعدات ميدانيا. فالوكالات الإنسانية بقيادة وكالة الإغاثة أونروا، والتي تعتبر حجر الزاوية لعملياتنا، يجب أن يسمح لها بالحركة لتوفير المساعدات والغذاء بشكل آمن عبر كافة السبل المتاحة والمعابر داخل غزة وفي كل ربوعها. ويتطلب ذلك تحسين نظم التوصيل عبر كافة خطوط الإمداد ونقاط الدخول. والطواقم الإنسانية في حاجة إلى الأمن أيضا، فقد قتل حوالي 250 من الطواقم التي تقدم المساعدات، بما في ذلك 180 موظف أممي في غزة. وأكرر ندائي بتحقيقات مفصلة في هذه الوفيات المؤسفة. وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على مركبة تابعة لليونيسف وهي تعمل على توصيل المساعدات من خلال شاحناتها. وتوصيل المساعدات على نطاق واسع يتطلب التيسير الفاعل والكامل من إسرائيل للعملية الإنسانية، ما في ذلك من خلال منظومة إبلاغ إنسانية قابلة للعمل وتحسين التواصل بشكل مباشر ما بين الطواقم الإنسانية وصناع القرار من الجانب العسكري، وهو أمر ضروري ويجب أن ينفذ بشكل فوري. وفي الوقت الراهن لا تستطيع أن تتفاعل عملياتنا الخاصة بالمساعدات وتواجه العديد من العقبات، فهي لا يمكن لها أن تعمل بشكل منظم وممنهج، وإنما تغتنم أي سانحة متاحة لتوفير المساعدات كلما كان ذلك ممكنا. وطواقم الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعالج حجم الاحتياجات في غزة، فالقطاع الخاص يطلع بدور رئيسي، وبالتالي زيادة الحركة التجارية أيضا ضروري. وما نحتاج إليه واضح وجلي، نحتاج لوقف إطلاق نار إنسانية فورية في غزة، وعملية إفراج فورية وغير مشروطة لكافة الرهائن، وتوصيل غير معوق للمساعدات الإنسانية. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية متشاطرة لبذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك. السيد الرئيس، يجب اعتماد نهج للتهدئة شامل يعكس الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة. فقد قتل أكثر من 450 فلسطيني، منهم 112 طفل، إذن قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر. السواد الأعظم من القتلى سقطوا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عملياتها، وفي تبادل إطلاق النار ما بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين، وقتل آخرون من قبل المستوطنين الإسرائيليين المسلحين في بعض الأحيان في وجود قوات الأمن الإسرائيلية، والذين كما أبلغ وقفوا مكتوفي الأيدي ولم يتحركوا للدفع لمنع هذا القتل. وشهد العام الماضي أعلى عدد من هذه الهجمات وحالات عنف وتخويف ضد المجتمعات الفلسطينية، وذلك منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيل هذه الأحداث في 2006، كما وقد قتل 17 إسرائيلي بما في ذلك طفل في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول أكتوبر. بالإضافة إلى هذه الأرقام، فاقتمل إبلاغ عن قتل فتى إسرائيلي بلغ 14 عاما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدى ذلك إلى موجة من الهجمات من قبل المستوطنين المسلحين ضد ما لا يقل عن 37 قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقد قتل على إثر ذلك 4 فلسطينيين، ما في ذلك فتى يبلغ من العمر 17 عاما، ودينوا كافة أوجه العنف ضد المدنيين، وحثوا إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لهذا المستوى غير المسبوق من عنف المستوطنين وإخضاع من ارتكب هذه الهجمات للمساءلة. كما وأدعو إسرائيل بصفتها القوة القائمة على الاحتلال بحماية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من أي هجمات أو عنف أو تخويف. فأثر هذه الزيادة المروعة في العنف هو توسعة متواصلة للمستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر في حد ذاتها انتهاك للقانون الدولي، إضافة إلى عمليات إسرائيلية واسعة النطاق متكررة في المناطق الفلسطينية. الإعلان عن هذه المناطق يمثل أراضي دولة إسرائيلية مع قرارات قانونية تعدد من المستوطنات، وقد تزيد من عمليات الهدم والطرد، مما يخاطر بتقويض
تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية ويحرم الجيل من الفلسطينيين من أي بارقة أمل. فيجب على الإسرائيل والمجتمع الدولي أن يوفر الدعم والعمل من أجل حكومة فلسطينية جديدة تعالج التحديات المالية وتعضد من قدراتها على الحوكمة، مع الاستعداد لاستعادة مسؤوليتها في غزة في المستقبل، حيث كافة الجهات الفاعلة للإقرار بالدور الجوهري الذي تطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل نحو تمكينها من العودة في الوقت المواتي. السيد الرئيس، لا يزال الهدف الأسمى هو حل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتكون القدس عاصمة لهما استنادا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. ويعني ذلك وضع حدا للاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ومتواصلة الأوصار، قابلة للعيش، تتمتع بالسيادة، وتكون غزة جزء لا يتجزأ منها. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية والتزام أخلاقي بالمساعدة على تحقيق ذلك. السيد الرئيس، يجب أن تعالج جهود التهدئة الإقليمية أيضا الوضع البالغ التعقيد في لبنان، ولا سيما على حدود الخط الأزرق. فتبادل النيران بين القوات الإسرائيلية وحزب الله تزيد من العبء على المجتمعات المدنية في إسرائيل ولبنان. عشرات المدنيين قضوا وعشرات الآلاف نزحوا على جانبي الخط الأزرق، وهذا التبادل قد يصل إلى زخم في حد ذاته. فهناك هجمات وصلت إلى داخل الأراضي اللبنانية والإسرائيلية، مما قد يشعل فتيل المواجهات الخطيرة كما شهدنا ذلك في الماضي. وأدعو كافة الأطراف إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس وتجنب أي انتهاكات أخرى لوقف الأعمال العدائية وفقا لإطار القرار 1701. والأمم المتحدة على استعداد لدعم جهود العديد من الدول الرامية إلى تشجيع على التهدئة والعمل نحو التوصل إلى حل دبلوماسي. السيد الرئيس، ينبغي على جهود التهدئة الإقليمية أيضا أن تضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر واحترام حقوق وواجبات الملاحة البحرية اتساقا مع القانون الدولي. فلا تزال الهجمات الحوثية متواصلة على السفن التجارية، ومما يعرقل التجارة العالمية، وقد واجه ذلك هجمات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. فالمواجهات المسلحة على هذا الممر المائي الضروري يزيد من مخاطر عبر الحدود. فهناك مخاطر على سلاسل الإمداد وعلى الكوارث البيئية بسبب السفن حاملة النفط، ومخاطر بسبب التصعيد الخطير ومواجهة ما بين القوى العظمى، مما قد يكون له تبعات مروعة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وإنسانيا. أي هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف بشكل فوري، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل يدا بيد لمنع التصعيد في البحر الأحمر، فقد يفاقم ذلك من التوترات ويقود من السلام والأمن الإقليميين، إضافة إلى تأثير ذلك على التجارة الدولية. وشعب اليمن يجب أن يحظى بالدعم للتوصل إلى عملية سياسية تصل بهم إلى سلام عادل ودائم. السيد الرئيس، لقد أصبح الشرق الأوسط في مهب الريح. التصعيد الأخير جعل من الأهمية ما كان نحو أكبر دعم جهود حسن النية للتوصل إلى سلام دائم ما بين إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة استقلالا تاما والقابلة للعيش والتي تتمتع بالسيادة. الفشل في إحراز تقدم نحو حل الدولتين لن يزيد فقط من الهشاشة والمخاطر لمئات الملايين الذين يعيشون في هذه المنطقة، وإنما سيعيشون أيضا تحت تهديد عنف متواصل. أحث كافة الدول الضالعة باستخدام نفوذها وثقلها لتعزيز بناء الثقة والأمن المتبادل والسلام الإقليمي. فعلينا التزام أخلاقي متشاطر بالدفع قدما بجهود التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط للحد من المخاطر وزيادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو السلام والازدهار لبلدان وشعوب المنطقة وما ورائها. وشكرا. أشكر سعادة الأمين العام على إحاطته، وأعطي الكلمة الآن للسيد زياد أبو عمرو الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين المراقب. السيد الرئيس، معالي الأمين العام،
السيد أنطونيو غوتيريش، أصحاب المعالي والسعادة، الوفود الموقرة، يشرفني أن أنضم إليكم اليوم في هذا الاجتماع الهام، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم السيد الرئيس على عقدكم وترأسكم هذا الاجتماع الوزاري، كما أود أن أعبر عن امتنان دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على إحاطته وقيادته النبيلة والحكيمة لهذه المنظمة، خاصة في ظل الكارثة التي يمر بها قطاع غزة. واسمحوا لي أن أقدم الشكر الجزيل للجزائر الشقيقة على وضع القضية الفلسطينية كأولوية على أجندة أعمال المجلس، بما في ذلك عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. نتقدم بالشكر والامتنان للدول التي اعترفت بدولة فلسطين ولشعوبها على إيمانها بعدالة قضيتنا وبحقنا في تقرير المصير على أرض وطننا فلسطين، ونشكر أيضاً الدول التي طورت علاقاتها وتعاونها معنا، ونتمنى أن تعترف هذه الدول بدولة فلسطين في أسرع وقت، تصديقاً لمبدأ المساواة بين الأمم والاحترام المتبادل. نجدد امتناناً العميق لكل الدول التي أيدت حصول دولة فلسطين على الصفة المراقبة في الجمعية العامة، وتلك التي طلبت من مجلس الأمن أيضاً النظر في طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وللمجموعة العربية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز لانضمامها لهذا الطلب، حسب ما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض وقمة كامبالا. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه. هذا الشعب الذي تعرض للنكبة عام 1948 والاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 طاقة ولا يزال يتوق اليوم إلى ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى العيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة ببقية شعوب العالم. ولقد قدم ولا زال التضحيات الجسام من أجل ذلك. ومنذ العام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية. وذهبت في هذا السياق وفيما بذلته من جهد صادق إلى أبعد الحدود، وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 دولة تعيش مع جيرانها بأمن وسلام. ومنذ العام 1993 سلكت القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات على أمل أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل المنشود، وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين، وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2012. ومنذ ذلك الحين ودولة فلسطين تسعى
وتطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، لإيماننا الراسخ بأن قرارا دوليا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة. ولكن وللأسف الشديد كان هناك من يعطل مثل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية. إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءاً من الظلم التاريخي الذي تعرضت وتتعرض له أجيال متتابعة من الشعب الفلسطيني، وأن يفتح آفاقاً واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل، سلام تنعم به دول وشعوب المنطقة كافة. وفي هذا السياق من حقنا أن نتساءل: كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف يضر هذا الاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟ هذا السؤال أيها السيدات والسادة موجه على وجه التحديد للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تعارض منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، بينما هي تعترف بإسرائيل الطرف الآخر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسبق أن منحتها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ورداً على من يقول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يأتي عبر المفاوضات وليس بقرار أممي، نحن نتساءل أيضاً كيف تم تأسيس دولة إسرائيل والاعتراف بها؟ ألم يكن ذلك عبر قرار أممي هو القرار رقم 181؟ رغم أن إسرائيل لم تفي بشروط قبول عضويتها بالأمم المتحدة والمتمثلة بتنفيذ القرارين رقم 181 و194، إن قراراً بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في منطقتنا، لأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى أماكن أخرى في منطقتنا وفي الشرق الأوسط والعالم بأسره. ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. إن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في تعزيز فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام. ومن الطبيعي أن هذا القرار لن يكون بديلاً عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة وحل ما بقي عالقاً من قضايا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن هذا القرار سيمنح الفلسطينيين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة، بعد أن تبدد هذا الأمل في السنوات الماضية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت ترفض هذا الحل علانية وبشكل صارخ، وخاصة بعد الحرب المدمرة التي تعرض لها قطاع غزة وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل. وفي هذا السياق لا يفوت دولة فلسطين أن تتوجه بالشكر العميق لجميع الدول التي اعترفت في مراحل مختلفة بدولة فلسطين ودعمت بكل جد وإخلاص منحها العضوية الكاملة في هذه المنظمة الدولية. السيدات والسادة، على مدى 12 عاماً وبعد أن قبلت عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثبتت دولة فلسطين بدورها الإيجابي
ومواقفها البناءة جدارتها بالعضوية الكاملة في منظمتكم الموقرة، فأرجو أن تمنحوها الفرصة لكي تصبح جزءاً أصيلاً من الأسرة الدولية التي تعمل من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين. السيد الرئيس، إن انشغالنا اليوم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لا يجب ولا يمكن أن ينسينا للحظة واحدة ما يجري في قطاع غزة من حرب مدمرة وشاملة تشنها إسرائيل ضد شعبنا منذ 6 أشهر، ولا تزال ذهب ضحيتها حتى الآن أكثر من 35,000 شهيد فلسطيني و80,000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرى خلالها تدمير معظم المرافق الحيوية في القطاع من مساكن وطرق ومستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس ومحطات كهرباء وتحلية مياه، وتهجير غالبية أبناء القطاع من أماكن سكناهم، حيث أصبح الجزء الأكبر من القطاع غير صالح للحياة. ولكن غزة لن تموت وستعود مدينة تزخر بالحياة كما عهدناها، إن من سيموت ويندثر هو الاحتلال. وتتواصل اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين على أهلنا في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وفي القدس، فما آن الأوان لهذه الحرب وهذه الاعتداءات أن تتوقف، وما آن الأوان لهذا الاحتلال أن يرحل. إن مجلسكم الموقر مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعاً، والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب. إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، والمسؤولية أيضاً تقع على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية. إننا نعول على الدول والشعوب المحبة للسلام في وقف الحرب والعدوان وتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لسكان قطاع غزة. وعلى الجميع أن يدرك، وإسرائيل تحديداً، أن الأمن لن يتحقق بالحروب التي لا تنتهي طالما ظل الاحتلال قائماً. إن السلام القائم على العدل هو الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع. وأخيراً، وكما أثبتت التجربة والوقائع التاريخية، لن تنعم منطقتنا بالاستمرار دون استقلال دولة فلسطين وسيادتها على حدود 4 حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن قراراً دولياً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في هذه الظروف الحالكة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار حرب الدمار الشامل الذي يتعرض له قطاع غزة وسكانه، هو بمثابة رفض للعدوان وإصرار على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة. ليس هناك لحظة أيتها السيدات والسادة أفضل من هذه اللحظة لكي يقف المجتمع الدولي ومجلسكم الموقر عند مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في نيل حريته واستقلاله، ولكي ينتصر لمبادئ الحرية والعدل والسلام. كل ثقة بأنكم ستقفون إلى جانب الحق الفلسطيني. شكراً سيد الرئيس.
I thank His Excellency. أشكر سعادة السيد زياد أبو عمر على هذا البيان، والكلمة الآن لسعادة ممثل إسرائيل. Thank you, Mr. President. شكرا السيد الرئيس. Distinguished ministers, colleagues, Secretary معالي الوزراء، الزملاء الأعزاء، الأمين العام. How many times has this council met? كم مرة التقى فيها هذا المجلس ليناقش الطرق ل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة؟ كم مرة؟ ولا مرة. كم مرة أدان هذا المجلس حركة حماس على مجزرة 7 أكتوبر المروعة؟ ولا مرة. ومع ذلك عوضاً عن إدانة حركة حماس والتحرك فعلاً لإعادة الرهائن إلى منازلهم، سيصوت هذا المجلس على قرار ليوصي بمنح السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. هل من الممكن أن هذا المجلس بعيد كل البعد عن الواقع لكي يخصص موارده ووقته لدعم قرار منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض؟ لقرار لن يكون له أي تبعات إيجابية على أي طرف، سيتسبب فقط بالدمار لسنوات مقبلة وسيضر بي آفاق الحوار المستقبلي. الزملاء الأعزاء، بعد مرور 6 أشهر على 7 أكتوبر المجزرة الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة، ينوي هذا المجلس أن يقوم بمكافأة مرتكبي هذه المجازر مع إنشاء الدولة. إن مغتصبي وقاتلي الأطفال في حماس يراقبون هذه الجلسة ويبتسمون، ولا مكافأة أكبر للإرهابيين أكثر من هذا الاجتماع. أذكر الجميع بأن المعايير الدنيا للانضمام إلى الأمم المتحدة أن يكون هنالك حدود محددة وحكومة وقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى، ولكن الأهم من ذلك معيار مهم ورد في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، أقتبس: العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لكل الدول المحبة للسلام. المحبة للسلام، يا لها من مسحة. هل يشك أحد في أن الفلسطينيين فشلوا في تلبية هذه المعايير؟ هل من قائد فلسطيني أدان حتى المجزرة بحق أطفالنا؟ السلطة الفلسطينية لا سلطة لها على غزة ولا قدرة لها على السيطرة على غزة. هناك عصابات إرهابية أخرى، والسلطة الفلسطينية لسخرية القدر لا سلطة لها. وبالتالي لمن يصوت المجلس للاعتراف به اليوم ومنح العضوية الكاملة له؟ حماس في غزة، الجهاد الفلسطيني في نابلس، من سيتولى السلطة؟ هذا بحد ذاته أساس لرفض هذه المكافأة المريضة للإرهاب الفلسطيني. إن السلطة الفلسطينية هي عكس الدولة المحبة للسلام، فالسلطة الفلسطينية لم تقم بإدانة مجزرة 7 أكتوبر، ولكنها أيضا تدفع الرواتب الشهرية لكل الإرهابيين الذين شاركوا فيها وتكافئ المغتصبين. هذا كيان يحب المجازر ولا يستحق أي وضع هنا، ولكن لسوء الحظ بالنسبة إلى البعض من الأعضاء هنا، البعض، إن قدرة الفلسطينيين لتلبية المعايير غير مهمة. هي غير مهمة لأنه بالنسبة إلى البعض منكم إن دولة فلسطين لا علاقة لها بميثاق الأمم المتحدة والمعايير القانونية، لها فقط علاقة بالسياسة والمصالح. إن ميثاق الأمم المتحدة مهم بالنسبة إليهم فقط عندما يستخدم ضد إسرائيل. إن التقرير من لجنة المجلس بشأن القبول بأعضاء جدد قالت بوضوح، وأقتبس من الفقرة 3 من التقرير، من تقرير المجلس، أقتبس: أعضاء
عدة أعربوا عن رأيهم بأن القبول بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة هذه مسألة سياسية وليست مسألة فنية أو متطلب قانوني، أي بعبارة أخرى إن ميثاق الأمم المتحدة غير مهم والقانون القانون الدولي عفواً غير مهم. إذن أكرر إن الميثاق والقانون الدولي مهمان فقط عندما يستخدمان ضد إسرائيل، ولكن هل يعني انتهاك القانون النهوض بدولة فلسطين إرهابية، دولة فلسطينية نازية؟ إذن هل قرر المجلس التركيز على ذلك على حساب الفضاء الأخرى حول العالم؟ قرر المجلس منح مكافأة للإرهابيين، منح داعمي ومرتكبي أعمال 7 من أكتوبر العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. هذه أسوأ مكافأة لأسوأ جريمة. إن تم اعتماد هذا القرار لن يعتبر هذا المجلس مجلس الأمن، بل سيصبح مجلس الإرهاب. فالاعتراف القسري بدولة فلسطين المستقلة، هذا الاعتراف يعني أن المفاوضات المستقبلية ستكون مستحيلة طالما أن الفلسطينيين يشعرون بأنهم قادرون على استغلال هذا المجلس المسيس لمنفعتهم، لما سيقومون بدعم أي تسوية. هل تعتقدون فعلاً أن هذا القرار سيجعل الحل أكثر إمكانية أو سيغير أي شيء على الأرض؟ الفلسطينيون رفضوا كل خطة للسلام تم تقديمها على الإطلاق، وما زالوا يدعمون الإرهاب ويقاطعون المفاوضات، وهم الآن يعرفون أن هذا الرفض يعود بالفائدة عليهم. يمكنهم يقولوا لا ولا ولا لأي رئيس أمريكي، ومع ذلك يمكنهم أن يحصلوا هنا على ما يطالبون به، لأن الأمم المتحدة موجهة بالسياسة وليس الحقيقة والأخلاق. ما يحققه هذا المجلس من خلال هذه المقاربة المدمرة هو جعل التسوية بعيدة المنال. الأمم المتحدة ما عادت تتعلق بتعدديات الأطراف لسوء الحظ، هي الآن مخصصة تعدديات الإرهاب. إن الإرهاب يعود بالفائدة في مجلس الأمن له من أمر مخزي. لسوء الحظ لا شيء هنا يستند إلى الحقيقة والعدالة، ولكن التسييس السام. واليوم وقع القناع وكشف المجلس عن حقيقته. رجاء ألا تستسلموا للسياسة، ألا تدعموا هذا القرار الخطر. كيف يمكنكم أن تدعموا قرارا مدمرا ولا أخلاقي في أسوأ لحظة ممكنة؟ الزملاء، المجلس لم يكن الهيئة الوحيدة التي كشفت عن قناعها في هذا الأسبوع يوم السبت مع إطلاق أكثر من مع إطلاق الآلاف من المسيرات من إيران. كشفت إيران عن كونها دولة إرهابية، ولكن اليوم نحيي ذكرى أخرى لتاريخ الآيات الله الدموي. في 18 أبريل 1983 شاحنة شيفرولي حملت الآلاف من الأطنان، عبرت السفارة الأمريكية في بيروت واصطدمت بالمبنى وتفجرت وانفجرت. هذا الانفجار قتل 63 شخصا. نحن نتحدث عن السفارات وأهمية السفارات، وقال الحزب الله أنه هو المسؤول عن هذا الهجوم. بعد مرور 41 عاما بالتحديد، هذا المجلس مجلس الأمن سيتحدث أمامه إرهابي يدعم ويدرب حزب الله. إن وزير الخارجية عضو في الحرس الجمهوري الإيراني، هذه المنظمة الإرهابية مسؤولة عن سفك دماء ودمار وقتل حول العالم من الهجمات الإرهابية في جنوب أمريكا و محاولات اغتيال على الأراضي الأوروبية والأمريكية والاتجار بالأسلحة في أفريقيا ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط. إن الحرس الجمهوري الإيراني يقوم بارتكاب الجرائم. هذه منظمة إرهابية مدرجة على القوائم في إسرائيل، في الولايات المتحدة، في أوكرانيا، في المملكة العربية السعودية.
أنا والزملاء العرب والزملاء الأمريكيون متفقون بأن هذا الرجل الذي سيخاطب مجلس الأمن لاحقاً اليوم هو إرهابي، ووجوده هنا اليوم بالتحديد خير دليل على استحالة الأمم المتحدة إلى ملجأ للديكتاتورية والإرهاب والنظم الإرهابية لكي تقوم بالتخفيف من حدة جرائمها. إن إيران سمحت بتيسير هجوم 7 أكتوبر، إن إيران أرسلت الأسلحة لحزب الله لقصف المدن والقرى الإسرائيلية، إن آية الله هو من قدم الحوثيين الصواريخ لكي يطلقها لكي يقوموا بإطلاقها ضد المراكب، ونظام آية الله هو من أطلق الهجوم ضد إسرائيل العضو في هذه المنظمة. ولكن عوضا عن إدراج هذا الكيان على قوائم الإرهاب، إن مجلس الأمن يفتح أبوابه أمام وزير خارجية إيران أمام هذا الإرهابي. ألا ترون ما يحصل هنا؟ إن وزير الإرهاب هذا لم يأتي للتعبير عن أسفه للهجوم الدموي الذي شنه نظامه، وليقول أنهم سيقومون بتغيير سلوكهم. هو هنا لكي يظهر لكم مع سلوككم الدبلوماسي أن بلاده يمكنه أن يشن هجوما ضد دولة أخرى يوم السبت، ويمكنه أن يأتي يوم الخميس لكي يعضكم جميعا حول حقوق الإنسان والقانون الدولي. إن وجود الوزير عبدوليان اليوم يعني أن هذه المنظمة باتت مسحة. من الواضح لكل ديكتاتوري ودولة إرهابية أن الأمم المتحدة فقدت مكانتها، ويمكن التلاعب بها كما يشاءون، والمجلس يواكب هذه المسرحية. الزملاء، لو اعتقدتم فعلا أن هذا المجلس له أهمية ما، أعود وأسألكم، أرجوكم، ما هو التحرك الذي قام به المجلس ضد إيران لهجومها على إسرائيل في هذا الأسبوع؟ إن وزير خارجية هذا النظام الدموي سيتحدث اليوم فيما يتجه بلده نحو تطوير السلاح النووي. هل تحرك هذا المجلس لمنع ذلك؟ لا، لا شيء. عوضا عن ذلك، نراكم مجتمعون اليوم لتناقشوا الوضع في غزة. هل خطر في بال أي منكم أن وزير الإرهاب عبدوليان هو هنا اليوم لكي تركزوا على غزة وليس على جرائم نظامه؟ لسوء الحظ، هم يقومون بإعداد نص أعده الإرهابيون، ويقومون برواية وتشارك هذه رواية معكم هنا. عندما تدافع إسرائيل عن نفسها، الأمم المتحدة ستضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وضمان نجاة الإرهابيين. الإرهابيون يعرفون لا شيء يلفت انتباه الأمم المتحدة أكثر من إسرائيل. طالما أن إسرائيل تدافع عن نفسها، إن كافة انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى يمكنها أن تستمر بلا هوادة. إن أعينكم ستبقى موجهة على غزة فيما يحترق بقية العالم، وهذا ما يحصل بالتحديد اليوم. أنتم تجلسون هنا مركزون على إسرائيل وعلى غزة، سنمنع كلاما عن القانون الدولي وحقوق الإنسان ومصطلحات أخرى يحب أن يتناولها هذا المجلس، ولكن في واقع الحال إن هذا المجلس لا يبالي بحقوق الإنسان ولا القانون الدولي، حتى أنكم ترفضون بزيارة مجتمعاتنا في جنوب إسرائيل التي دمرتها حركة حماس، وقد وجهنا الدعوة لكم. أنتم الأدرى بأن نظام آية الله بعيد بأسابيع عن تحقيق قدرات نووية، يقوم بدعم الإرهابيين في المنطقة، ولكن إيران لها حصانة هنا
لأن هذا النظام المارق له حلفاء هنا في المجلس يوفرون له الحماية ولوكلائه الإرهابيين. لذلك لن تسموا يوما حماس وحزب الله كمنظمات إرهابية، على الرغم من أن العالم بكامله يعرف أن هاتين المنظمتين منظمتان إرهابيتان. ما زالت الحرب قائمة في أوكرانيا من قبل بلد أشن هذه الحرب، بلد في هذا المجلس يقوم بالتحدث عن حماية المدنيين. في هذا العام نحيي الذكرى الأولى للحرب في السودان، الملايين هربوا من منازلهم وملايين جاعوا، أعداد لا متناهية من المدنيين تعرضوا للقتل. ومنذ بداية الحرب في السودان هل عقد هذا المجلس أي جلسة وزارية واحدة حول هذه الجرائم الفظيعة؟ لا، ولا مرة. ولكن اليوم تعقدون الجلسة الوزارية الرابعة حول غزة، أربعة بشأن الحالة في غزة ولا جلسة بشأن الحالة في السودان. ازدواجية المعايير في المجلس واضحة، إن حجم الوقت والموارد المخصصة لغزة، وكأن بقية العالم الوضع فيه مثالي، كأننا نعيش في عالم مثالي خارج غزة. إن هذا الاجتماع لا يخدم سوى آية الله. تعتقدون أنكم تخدمون الفلسطينيين ولكن لا تفعلون ذلك. عندما تقومون بعقد هذه الجلسة تقومون بخدمة الخامنئي وسنوار، ولكنكم لا تبالون بذلك. الزملاء الأعزاء، إن عجزت الأمم المتحدة عن منع الحروب ودفاع عن حقوق الإنسان فقدت أسباب وجودها. سيحين الوقت عندما تتهدم هذه المنظمة. الأمم المتحدة كما نعرفها لن تعود موجودة، ومكانها ستقف منظمة تهتم فعلاً لحقوق الإنسان، تقاتل فعلاً من أجل الدفاع عن السلام، تكون فعلاً قادرة على وضع السياسة جانباً لمصلحة العدالة والأخلاق والإنسانية. وعندما يحين هذا الوقت، وسيحين هذه الجلسة والتصويت لإجبار إنشاء دولة فلسطينية نازية، سنتذكر ذلك كاليوم الذي أطلق انهيار الأمم المتحدة، الجلسة التي أدت إلى حرق العالم. ولكن كل ما اهتم به مجلس الأمن هو مساعدة الإرهابيين على النجاة. جلسة تمنحون فيها لكيان إرهابي عضوية كاملة. لذلك الأمم المتحدة بشكلها الحالي لا مستقبل لها. أصلي فعلاً، أصلي من أجل أيام فضلة، من أجل أيام يمكن فيها الأمم المتحدة أن تكافح بنجاح قوى الظلم، قوى الظلمة، ولا أن تتأثر بها. شكراً السيد الرئيس. أشكر سعادة ممثل إسرائيل على هذا البيان. أدلي الآن ببيان بصفتي الوطنية. أشكر الأمين العام على حضوره معنا اليوم وعلى هذه الإحاطة القاتمة والمؤلمة. يخبر الشرق الأوسط أحد أسوأ مراحل تاريخه الحديث قتامة وهشاشة، وكما أكد الأمين العام يوم الأحد الماضي أصبح الشرق الأوسط على حافة نزاع واسع النطاق، نزاع يجب أن نسعى جميعاً لتجنبه من خلال مطالبة كافة الأطراف بضبط النفس. الأحداث الأخيرة تواصل دوامة الانحدار التي شهدناها عبر الستة أشهر الماضية منذ الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس يوم السابع من تشرين الأول أكتوبر، وبدء العمل العسكري الذي أطلقته إسرائيل ضد غزة، كما وتؤكد بالدليل القاطع على أهمية وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة والحاجة لإعادة إطلاق أفق سياسي في الشرق الأوسط. ومن المقلق للغاية ومن غير المقبول على الإطلاق أن مطالبات هذا المجلس بوقف إطلاق النار عملاً بالقرار 2728 تم تجاهله من قبل الأطراف. نود التشديد على أنه وفقاً للمادة 25 من الميثاق وافق أعضاء الأمم المتحدة بقبول والاطلاع بقرارات مجلس الأمن. نعم، قرارات مجلس الأمن ملزمة، ولطالما أدن حماس على أعمالها الإرهابية المخزية
التي شهدها يوم 7 تشرين/أكتوبر، ما في ذلك قتل حوالي 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن وأي أعمال عنف جنسي قد ارتكبت. والصدمة من هذا اليوم القاتم ستلقي بظلالها على الشعب الإسرائيلي، لا سيما من يعانون حتى يومنا هذا بسبب احتجاز أحبائهم من قبل حماس. ونشدد من جديد على مطالبتنا بإفراج حماس عن الرهائن بشكل فوري وبدون شروط. إلا أنه في غزة لا يعاني فقط الرهائن، فقد قتل أكثر من 33,700 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب الآلاف أو شوهوا، وأعداد غفيرة أخرى لا تزال في عداد المفقودين، فقد فقدوا تحت أنقاض أحياء دمرت بأسرها، وآفاق تصعيد إضافي في رفح، حيث يعاني أكثر من 1,000,000 مشرد من المدنيين للبقاء على قيد الحياة يومي، أمر منافي للضمير. ونشدد على رفضنا القاطع لأي عدوان بري على رفح أو أي تشريد إضافي للفلسطينيين. حوالي نصف سكان غزة أصبحوا على حافة المجاعة مع منظومة صحية في انهيار، ويموت الأطفال جوعا وعطشا. فوفقا لليونيسف، 1 من كل 3 أطفال أقل من 2 في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد. الهجمات المحددة الهدف على هيئات الرعاية الصحية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وشروط الحماية، لا سيما للمرأة الحامل والمرضعة والتي قامت بالولادة، إضافة إلى هجمات ضد الأطفال. ونؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالجوانب القانونية وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين. وتسعقا مع ذلك، فالأحكام المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 من كانون 2 يناير و28 من أذار مارس يجب أن يمتثل بها. ومنذ بداية النزاع لم تكن مستويات توصيل المساعدات إلى غزة كافية بسبب القيود والعراقيل البيروقراطية، ولطالما شددت مالطا على أن عرقلة المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، واستخدام التجويع كأداة حرب قد يرقى لجريمة حرب. كما أننا نشدد وبقوة على أن سلامة موظفي الأمم المتحدة والطواقم الطبية والصحفيين يجب أن تكون مضمونة، وندعو إسرائيل إلى احترام منظومة البلاغات الإنسانية واستخدامها كما هو منتوى منها، والقيام بالتحقيقات المستقلة في كافة عمليات قتل موظفي الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية. ويجب أن يسمح بالتجارة أيضاً، فاستئنافها ضرورية لأن شعب غزة لا يمكن أن يعتمد فقط على المساعدات. وكما قال الأمين العام، نحن في حاجة إلى نقلة نوعية لمعالجة الأوضاع المؤسفة التي تشهدها غزة بشكل واف. وبالأمس عقد هذا المجلس إحاطة حول الطبيعة التي لا غنى عنها لوكالة الإغاثة الأونروا وخدماتها التي تنقذ الحيوات. ونؤكد على أن الوكالة تمثل قوة استقرار في المنطقة وتتطلب دعمنا المتواصل ومواردنا. بالانتقال إلى المنطقة الأوسع، فتداعيات الحرب في غزة بما في ذلك ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية أمر يقلقنا للغاية. فالتوترات المتزايدة في المنطقة والتصعيد المتزايد، إضافة إلى المناوشات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق واليمن، دفع المنطقة إلى حالة اشتعال غير مقبولة. فالتهدئة وضبط النفس الفوري يكتسي أهمية قصوى، وينبغي أن نسترشد بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية. أما في الضفة الغربية فهناك عنف متزايد يستهدف المدنيين، إضافة إلى عمليات عسكرية متزايدة تدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو زعزعة استقرار متواصلة. وتشدد مالطا على أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتدمير الممتلكات الفلسطينية وعنف المستوطنين يمثل
عرقلة وعقبة أمام السلام وانتهاك للقانون الدولي، كما ويهدد إمكانية حل الدولتين، وندعو إسرائيل بعكس إجراءاتها والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما نرحب بالجهود المتواصلة نحو تعضيد السلطة الفلسطينية وإعادة تعزيزها، ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم كافة الخطوات التي تسمح بحوكمة فعالة تساقن مع حل الدولتين، وأن تكون غزة جزء من دولة فلسطينية مستقلة. ففي المقام الأول يتطلب الحل العادل لهذا النزاع واقع يعتمد الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني لعضوية في الأمم المتحدة وإقامة دولة، كما يتطلب واقع يعيش فيه الإسرائيليون في أمان وسلام بدون أن يخضعوا رهينة لتهديد الإرهاب. ومعايير تحقيق هذه الرؤية معروفة للجميع، ويجب أن نسعى لتحقيقها بشكل طارئ. وتؤكد مالطا على التزامها القاطع بحل سياسي شامل يستند على حل الدولتين على خطوط ما قبل العام 1967، مع معالجة الطموحات المشروعة للجانبين، وتكون القدس العاصمة المستقبلية للبلدين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المتفق عليها. وشكرا. والآن أستأنف مهامي بصفتي رئيسا للمجلس، وأعطي الكلمة إلى سعادة السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والذين يعيشون بالخارج في الجالية الوطنية بالخارج. أرجو أن تتقبلوا من هذا الوفد أسمى عبارات الامتنان وأرقاها على تنظيم جلسة النقاش هاته، وهي الجلسة التي نحسب أنها تمثل خطوة صحيحة في الاتجاه الأصح. فالحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة، وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه، ولبها الذي يأبى التشكيك أو التحريف. وأعني بالجوهر وباللب الحق التاريخي الشرعي والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة. هذا الحق التاريخي الذي أقرته المجموعة الدولية تحت قبة منظمتنا هاته منذ 76 عاماً خلت، والتزمت ببعثه وتكريسه كحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية. هذا الحق التاريخي الذي يعتبر عدم تفعيله السبب المباشر للإطالة في عمر الصراع العربي الإسرائيلي، والعلة الأساسية لغياب الأمن والأمان في منطقة لم تعرف طعم السكينة والطمأنينة طيلة ما يزيد عن 7 عقود. هذا الحق التاريخي الذي يصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طمسه وعلى استئصال مقوماته، وهو الذي أضحى لا يجد أدنى حرج وأبسط حياء من المجاهرة برفضه وإنكاره والإمعان في القضاء عليه. لقد أماطت غزة اللثام بصمودها المثالي على مآرب المحتل الإسرائيلي ومراميه الظاهرة منها والمبطنة، والتي تجتمع كلها تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض المشروع الوطني الأصيل المرتبط بها. ولم يعد يخفى على أحد أن حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة، وأن الخناق المفروض على الضفة الغربية، وأن سياسات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية
وتهويد القدس المحتلة، وأن حملات التهجير القسري للفلسطينيين، وأخيراً وليس آخراً أن ما صار يعرف بالترتيبات الإسرائيلية لما بعد الحرب على غزة كلها محطات إضافية ومراحل متقدمة من مخطط إسرائيلي أوسع وأشمل وأخطر، وهو المخطط الذي يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى في سياق القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية، وفي سياق الهدم التدريجي الذي يطال أركانها وركائزها الأساسية. وقد شهد العالم أجمع منذ ماض يعد بأشهر قلائل كيف لوح مسؤول إسرائيلي من على منبر الجمعية العامة بخارطة للشرق الأوسط، خارطة رسمت حسب أوهامه وأهوائه، خارطة لم يكن فيها لفلسطين أي أثر أي بصمة، بل حتى التصعيدات التي تحاول أو يحاول الاحتلال الإسرائيلي حالياً إذكاء فتيلها على أكثر من جبهة ووجهة في المنطقة صار الغرض منها واضحاً وجلياً، ألا وهو شغل المجموعة الدولية وتحويل أنظارها عن القضية الفلسطينية ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة تتلاشى في براثنها حقوق الفلسطينيين وتخبو في ريحها جذوة المتشبثين بإحقاقها. أبعد هذا كله يسمح البعض لأنفسهم بأن ينساق وراء افتراءات وادعاءات المحتل الإسرائيلي ومخططاته المفضوحة طال أمدها أم قصر؟ أو بعد هذا كله يصعب على البعض التفطن لحقيقة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الذي يصر على تسويق أم الأوهام وهي تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني وحطام دولته الوطنية؟ أو بعد هذا كله يمعن البعض على قلتهم في محاولة إقناعنا بأن الأوان لم يحن بعد لأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية بمنظمتنا؟ إن جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم تضع مجلسنا هذا أمام مسؤولية تاريخية، مسؤولية حاسمة، ومسؤولية فاصلة، ومسؤولية فارقة، ألا وهي مسؤولية التحرك العاجل لفرض حل الدولتين والحفاظ على مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية. إن حل الدولتين يواجه اليوم خطراً مميتاً. إن حل الدولتين يواجه اليوم خطراً مميتاً. وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حفاظاً على السلم، وحفاظاً على الاستقرار، وحفاظاً على الأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها. وأي تماطل أو تردد في المسعى لتحقيق ذلك ستكون مخلفاته وخيمة، وسيكون في هذا الظرف بالذات بمثابة الضوء الأخضر الذي يتم منحه للاحتلال الإسرائيلي للإمعان في تنفيذ مخططات سمتها السلب والنهب والتوسع من جهة، والتطرف والمغالاة والتعنت من جهة أخرى. ومن هذا المنظور فإن الجزائر قد نالت شرف احتضان إعلان قيام الدولة الفلسطينية
يوم 15 نوفمبر 1988 كما نالت بلادي شرف كونها أول المعترفين الرسميين بها. وامتداداً لهذا الإرث التاريخي الذي تعتز به بلادي أيما اعتزاز وتفخر به أيما فخر، فقد وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من منبر الجمعية العامة في جلستها الأخيرة الدعوة إلى التعجيل بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمنظمتنا. وعلى هذا الأساس فقد بادرت بلادي بتقديم مشروع قرار لهذا الغرض أمام مجلسنا هذا، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب من جهة، ومع قيادات مجموعات انتمائنا المناصرة للقضية الفلسطينية، وأعني بها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، إلى جانب الاتحاد الإفريقي. إن الساعة ساعة تحمل المسؤوليات والاطلاع بالواجبات، لا مكان فيها للتردد أو للتنصل من الالتزامات أو للإخلاف بالوعود المقطوعة. وإننا إذ نهيب بكافة أعضاء مجلسنا الموقر هذا لدعم المسعى بأصواتهم الثمينة، نؤكد أن موضوع العضوية الكاملة ليس غاية في حد ذاتها، بقدر ما هو وسيلة لتحقيق ثلاث مقاصد جوهرية: أولاً، تحصين وتثبيت حل الدولتين أمام ما يتعرض له هذا الحل المتوافق عليه دولياً من أخطار تهدد بإضعافه وتلاشيه واندثاره. ثانياً، الحفاظ على مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ثالثاً وأخيراً، إرساء أولى لبنات إحياء مسار السلام على أسس سليمة ومتينة تضمن تعبئة الجهود وحشدها للتكفل بمتطلبات القضية الفلسطينية بهدف استعادة السلم والأمن والاستقرار في كافة ربوع الشرق الأوسط. ونافلة القول هنا أن خطوة كهذه هي أقل وأبسط ما يمكن أن تجود به الإنسانية المجتمعة تحت قبة منظمتنا الأممية تجاه الآلاف والآلاف من الفلسطينيين الذين ارتقوا ولا يزالون يرتقون شهداء في غزة كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية، في سبيل أن تحيا قضيتهم وقضيتهم وقضيتنا وقضية الإنسانية جمعاء. لقد بات إنصاف الشعب الفلسطيني حتمية ملحة، حتمية قانونية وشرعية، حتمية سياسية وأمنية، وحتمية إنسانية وحضارية. شكرا لكم السيد الرئيس. I thank His Excellency Mr. Attaf for his state. شكرا جزيلا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى السيدة ريناتا سبيك-باك وهي الأمينة العامة. إذن هذه الجلسة مستمرة في مجلس الأمن، جلسة كان ينتظرها الكثيرون، وعنوانها الرئيسي الموافقة على انتقال فلسطين من عضوية مراقب، عضوية منقوصة، إلى عضوية كاملة. وهذا يعني أن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهذا مطلب اجتمع عليه العالم كله في الفترة الماضية بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. وهنا تصويت على في الجمعية في مجلس الأمن
وبالتالي يحتاج التصويت إلى 9 دول من إجمالي 15 دولة موجودة في مجلس الأمن، وحتى الآن يعني هذا العدد في طور اكتماله. وحتى لو اكتملت 9 أصوات أو 9 دول على الموافقة على منح فلسطين دولة كاملة العضوية، يمكن أن تستخدم إحدى الدول الكبرى التي لديها فيتو حق الاعتراض، فيصبح الأمر كأنه لم يحدث. هذا فقط لنضع المشاهد الكريم في إطار ما يتابعه الآن على شاشتنا. من تحدث حتى الآن؟ تحدث أنطونيو غوتيريس، وتحدث أيضا الأستاذ زياد أبو عمر ممثل الرئيس الفلسطيني، وتحدث مندوب إسرائيل، وتحدث أيضا ممثل إيطاليا، وتحدث أيضا مندوب الجزائر ممثل الجزائر في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. وأشير وأذكر المشاهد الكريم الذي فاته حضور ما قاله أنطونيو غوتيريس في هذه المسألة، أشار الرجل إلى مجموعة من النقاط المهمة جدا، وهو أنه على المجتمع الدولي أن يدعم أي إجراء يجنب الشرق الأوسط الانزلاق نحو حافة الهوية والحرب. وكان يقصد الحقيقة هو مسألة أنه هناك اعتراف بأن لابد أن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، ودولة فلسطينية قابلة للحياة أن يبدأ الاعترافها من المنظمة الأممية الأكبر وهي الأمم المتحدة. وقال نتابع ونشد على وقف إطلاق نار فوري وإطلاق سراح الرهائن، ويعترض على العملية في رفح لأنها ستفاقم الوضع الإنساني. وربما هذا أبرز ما قاله أنطونيو غوتيريس. تحدث بعده مباشرة الأستاذ زياد أبو عمر ممثل الرئيس الفلسطيني، وقال وطالب الدول الأعضاء بالتصويت للانضمام للموافقة على أن تنتقل فلسطين من إلى العضوية الكاملة، وقال إن منح فلسطين العضوية الكاملة يرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبها، وأشار أيضا إلى أنه هذا الاعتراف هو حق تاريخي. ممثل إسرائيل الحقيقة ربما تحدث على هجوم كبير على منظمة الأمم المتحدة، هو يقول كذلك يعني أنها تتبع مبدأ ازدواجية المعايير، يعني تظلم إسرائيل. لكن لا ندري إذا كان من حظه أنه جاء بعده ممثل مالطا والجزائر في نفس الوقت. مالطا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، تحدث ممثلها ورئيس المجلس في الرئاسة الدورية، قال يعني لطالما أدنى حماس، وكما أدنى حماس أشار إلى مجموعة من النقاط، أكثر من 33,000 من الذين قتلوا وهناك آلاف من الجرحى، وقال قيود عرقلة المساعدات جريمة حرب، قال قتل الطواقم الطبية جريمة حرب، قال قتل الصحفيين جريمة حرب، وكأنه كان يرد على ممثل إسرائيل في مجلس الأمن. وقال أيضا أكد على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة إنه الوضع يحتاج إلى نقلة نوعية تبدأ من أن تتراجع إسرائيل على ما تقوم به في الداخل. وأيضا قال الحل لابد أن يكون في حل الدولتين، كان يقصد ويقول إنه دولة فلسطينية في حدود 67 دولة قابلة للحياة. الرئيس الجزائري أشار إلى مجموعة من النقاط المهمة جدا، وهو أنه منذ 67 سنة كان هناك قرار من الأمم المتحدة بأن فلسطين تصبح دولة كاملة العضوية، ولكن هذا القرار لم يفعل، وبالتالي كان يطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة، وهذه معلومة كانت تغيب على الكثيرين، بقدر ما لسنا بصدد قرار جديد بقدر ما هو تفعيل قرار مضى عليه هذه السنوات الطويلة جدا. وأشار إلى أن الجزائر اعترفت بدولة فلسطين في 15/11/88، وأيضا أن الرئيس تبون منذ في شهر 9 اللي فات في اجتماع الجمعية العمومية طالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وطالب أو قال أن هناك منظمات دولية فاعلة تطالب أيضا بهذه المسألة، أشار إلى جماعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز، وأشار أيضا إلى منظمة التعاون الإسلامي، وأشار أيضا إلى الاتحاد الإفريقي. هذا ما قاله المندوب الجزائري، وهو يتحدث أيضا نيابة عن العالم العربي باعتباره ممثل الدول العربية في مجلس الأمن. ربما الكل ينتظر، ولكن يعني كلنا سننتظر ما تقول إليه هذه الاجتماعات. أنا معي
من رام الله المحلل السياسي والباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور. أستاذ عصمت أهلا بك. يعني لا أريد تعقيب وإنما سأسأل السؤال اللي على لسان كل المشاهدين الآن، يا ترى نهاية هذه الجلسة ستفدي إلى ماذا؟ يعني هل يمكن أن يحدث تغير في التوقع بأنه ممكن أمريكا تصمت ولا تستخدم الفيتو وتكتمل التسع أعضاء اللي ممكن على أساسها تنتقل فلسطين من دولة ناقصة العضوية إلى دولة كاملة العضوية؟ يعني هذا ما نأمل، وتحياتي لكم في البداية ولمتابعيكم. هذا ما نأمل، ولكن ليس يعني لا يؤمل كثيرا. الولايات المتحدة أعلنت مندوبتها أنها ستعارض هذا الاتفاق، لأنه وهذه المفارقة يعرض حل الدولتين إلى الخطر، وأن هذا الحل يجب أن يأتي من خلال المفاوضات. هذه خطوة ليست بديلة عن المفاوضات وليست بديلة عن العملية السياسية، هذه خطوة تعزز وتحمي فكرة وجود دولة فلسطينية أو إمكانية وجود دولة فلسطينية في ظل إنكارها من قبل نتنياهو وسعي ائتلافه الدائم على تقويض كل أسسها، كما قال يعني مندوب المجموعة العربية والجزائر نيابة عن المجموعة العربية. لذلك لا نتوقع كثيرا، حتى الآن لا يتوفر تسعة، نأمل أن يكون هناك على الأقل أن تحرج الولايات المتحدة وأن تضطر إلى اتخاذ هذا الفيتو كي يظهر للعالم يعني مدى انحيازها. ولكن عندما مررت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن وسمحت بأن يمر في المرة الماضية، كانت العلاقة مع نتنياهو في أسوأ أحوالها، وكانت مستاءة جدا من الوضع الذي المحرج أمام جمهورها وأمام العالم الذي يضعها به، وعدم أخذ بالاعتبار مصالحها ورأيها. لذلك أرادت أن تمرر هذا القرار بوقف إطلاق النار، وكانت صيغته مخففة جدا ولم يكن فيه إدانة لإسرائيل، ومع ذلك رأينا إلى أي درجة كان الاستياء الإسرائيلي. هذه المرة أنا فقط كلمة، الوضع مختلف الآن، هو يريد أن يكسب نتنياهو بايدن، لا يريد أن يتهور باتجاه إيران وأن يجر المنطقة إلى حرب، ولذلك هو أنا أعتقد سيصطف خلفه بكل قوة. طيب هنا مجموعة نقاط. يعني قبل قليل كنت أعلق على الكلمات التي أدلى بها المتحدثون، وقلت أنه لا ندري إذا كان من حظ الممثل الإسرائيلي في مجلس الأمن أنه تحدث بعده ممثل مالطا اللي تولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، لأنه رد عليه. ربما لو كان هناك الجزائر كان يعني البعض قال لأنه مندوب عربي فبيتحدث بهذه الطريقة، لكن الممثل المالطي قال نقاط وكأنه يرد على ممثل إسرائيل بقوة وبحسم. يعني كان يتحدث طالما أدن حماس، لكن عدد كم جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وهي كبيرة جدا، وهذا يعكس الأصوات أستاذ عصمت في هذه المسألة. يعني في مزاج عام في داخل مجلس الأمن نشعره من الكلمات بأنها كلها مع فكرة أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، أو بين قوسين حل الدولتين. صحيح، هناك أغلبية ساحقة ولا بل إجماع دولي على حل الدولتين. حتى الولايات المتحدة كما قلت أنه عندما رفضت أو قد ترفض هذا القرار ستتذرع بأنها من أجل حماية حل الدولتين، بمعنى لا أحد يستطيع في العالم اليوم أن يقول أنه غياب الحل السياسي هو جذر كل التوتر والصراع في المنطقة، وهو جذر كل التوترات التي نشهدها حديثا وقديما. وما ذكره المندوب مالطا هو يعني يتحدث ربما عن الجرائم الحالية التي لا زال العالم يعيشها، لا زالت حتى الآن مستمرة. هناك جرائم قديمة وهناك جرائم تاريخية، وهناك جريمة كبرى اسمها الاستيطان، هناك جرائم بحق الأسرى، هناك جرائم بحق المقدسات، حرية عبادة قبل شهر في رمضان. لذلك يعني واضح أنه يعني من الجيد أنه في مثل هذا المنبر وأن يكون هذا الحضور والموقف أن يتم إسماع إسرائيل والعالم المظلومية الفلسطينية والسلوك الإسرائيلي وفضح هذا السلوك. ولكن كما ترى يعني إسرائيل كل من ينتقدها هي تهاجم الأمم المتحدة، تهاجم غوتريش وأخرجوا صور له في الثمانينات والسبعينات مع أبو عمار وأبو جهاد، وكأنه يعني هو متواطئ وتربطه علاقة
بالفدائيين وبالفلسطينيين التاريخية. طيب استاذ عصمة تسمح لي، نريد أن نستمع جميعنا الحقيقة إلى ما يقوله مندوب الروسي في مجلس الأمن، لأنه نتوقع الكثير منه يعني. وما لم تتمكن من فعله لتسوية هذه الأزمة أولا، وهذا هو الأهم. مجلس الأمن وفقا لولايته هل طالب الأطراف بإيقاف العدوان دون إبطاء؟ نعم، القرار 2278 طالب ذلك أثناء رمضان الكريم، وكان ينبغي لذلك أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. ولهذا السبب روسيا والصين استخدمتا حق النقد على مشروع القرار الأمريكي، والذي كان يهدف تفادي وقف لإطلاق النار. ومجلس الأمن هل تمكن من السعي لتنفيذ ذلك القرار ودفع أولئك الذين تجاهلوه إلى تنفيذه؟ للأسف الجواب لا. ألم نحاول؟ منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي المجلس ناقش ليلا ونهارا سبل وقف العنف في غزة. الوفود نظرت في 10 مشاريع قرارات، وليس هذا بالعدد الضئيل. في 16 من أكتوبر تقدمنا بأول مشروع قرارا لوقف إطلاق النار في غزة، وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان اعترضت على المشروع، وبعد ذلك أتت البرازيل في 18 بمشروع قرار. الولايات المتحدة اعترضت على مشروع القرار بحق النقد، لأن مشروع القرار كان لا يدين حماس، وكان هذا أمرا ضروريا بالنسبة للولايات المتحدة. ماذا لو كنا قد اعتمدنا مشروع القرار ذلك؟ لكان المحتجزون طلقاء اليوم، و هذا لم يسمح للمجلس باعتماد قرار لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية. ويقال إن المجلس لا ينبغي أن يوقف الدبلوماسية الأمريكية في الميدان، ولكن الأمريكيين كانوا يودون إعطاء حليفهم الرئيسي في الشرق الأوسط لمواصلة أعماله في غزة، وكما نعلم هذا ما حدث، وهذا هو الحال بالنسبة للأعضاء الآخرين في المجلس. فالوفد الأمريكي قد اعترض على كل مشروع قرار كان يطالب بوقف العنف. أيها الزملاء الأعزاء، كل حق نقد أمريكي ليس بإحصائية في أعمال مجلس الأمن. يجب ألا ننسى أن حق النقد هذا كان ثمنه مروع بالنسبة لفقدان الأرواح البريئة في غزة. واشنطن استغرقت 6 أشهر للعمل، وتل أبيب في واقع الأمر هي التي تملي شروطها، والولايات المتحدة تتقدم بدعم طائل لهذه القرارات الطائشة. والأسرة الدولية اعترضت على استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو، وحاولت إذن الولايات المتحدة أن تحسن من صورتها عبر تقديم مشروع قرار كان يطالب فلسفيا بوقف لإطلاق النار، ولكنه لم يطالب حقا بوقف لإطلاق النار، واستخدم المشروع صياغات كانت تعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لشن هجمة لا سيما في رفح. وكما قلت، لم يكن أمامنا خيار إلا رفض مشروع القرار الأمريكي بالعمل مع زملائنا من الجزائر والصين، وليس لدينا الحق في إعطاء إسرائيل هذا الشيك على بياض لمواصلة القتل لا سيما في رفح. ومشروع القرار المعتمد قدم من الدول 10 الأعضاء غير الدائمين في المجلس، والولايات المتحدة تتهمنا بأننا استخدمنا حق النقد، ولكن في الواقع حقنا للنقد يشير إلى أهمية هذا المجلس وسبب وجوده. فهذا الحق يمنع واشنطن من فرض قرارات مختلة، ولكن إسرائيل لم تحترم القرار المعتمد 27 و28 بمساعدة الولايات المتحدة، التي قالت إن هذا القرار غير ملزم.
هكذا نحن في موقف فيه مفاوضات حقوق الإنسان. قد تحدثت عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلة إن إسرائيل كانت قد تجاوزت عتبت ارتكاب الإبادة الجماعية، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي وبمكافحة، وقالت إن إسرائيل تستخدم حق الدفاع عن النفس كذريعة لشن الهجمات. الآن سؤال آخر، هل بذلنا الجهود الجماعية لوقف ذلك؟ لا، للأسف اعتمد المجلس قرارتين إنسانيين 27/12 و27/20، ولكن ظلت حبرا على ورق. الأفراد الإنسانيون لا يمكن أن يعملوا في هذه الأعمال العدوانية النشطة، فلا سلاح لهم ولا يمكنهم مساعدة السكان المدني ولا يمكن لهم الدفاع عن أنفسهم. ونود هنا أن نكرر التالي، وبالرغم من المعلومات المضللة من الولايات المتحدة، هذان القراران إضافة إلى القرار 27 و28 احتوتا على تدابير تسعى إلى حماية الأفراد الإنسانيين، ومع ذلك في ظل غياب وقف لإطلاق النار تلك التدابير لم يتم تنفيذها. إسرائيل بعد تطهيرها في غزة قد بلغت مستويات قياسية، لا سيما قتل الأفراد الإنسانيين، فقد قتل أكثر من 200 فرد إنساني، منهم كثيرون كانوا يعملون في الأونروا. وليس هذا بكل شيء، الجيش الإسرائيلي يستهدف القوافل الإنسانية ويعرقل عملها ومرورها، والبلدان الغربية لا تنتقد إسرائيل إلا إن مات شخص من بلد غربي. والأوضاع لن تتحسن طالما لم نرى وقفا حقيقيا لإطلاق النار. سؤال آخر، هل تمكن المجلس من وقف التوترات في المنطقة؟ لا، لبنان تعرض للهجمات والمجلس لم يتمكن من إدانة الهجمة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 أبريل/نيسان، وأهمية حرمة الأماكن القنصلية والدبلوماسية وأفرادها، وهذا أدى إلى تصعيد إقليمي خطير كان يمكن أن تكون تداعياته وخيمة. علاقة الغرب مع البلدان الأخرى علاقة استهزاء. وشرق الأوسط على شفا الهاوية، فلننظر إذن في المحصلة. بسبب موقف بلد واحد يعرقل جهودنا، لم نتمكن من وقف المذبحة، ولم نتمكن من التخفيف من الآلام. وتتواصل التصعيدات منذ 1948، لم نسمح أو لم نساعد فلسطين في الحصول على العضوية الدائمة. وجرى الحديث كما نعلم ممثل إسرائيل يتقدم بكلمات مسيئة إلى المجلس وإلى الأمين العام، وقال إن المجلس هو ليس مجلس الأمن ولكن مجلس الترويع، وانتقد قرارات الجمعية العامة. لعله سيشكك في تلك القرارات أيضا. وهل سيرد على السؤال التالي، إسرائيل هل تفي فعلا بشروط عضويتها في الأمم المتحدة؟ فنتحدث عن التاريخ قليلا. اللجنة المجلس
حول قبول الأعضاء الجدد قالت التالي بالإنجليزية: العضوية في الأمم المتحدة وبالنسبة لأعمال اللجنة، رأت اللجنة أنه لم يكن لدى اللجنة المعلومات الضرورية للبت في طلب العضوية من دولة فلسطين، والجمعية العامة لم تصل إلى استنتاجات حول القضية الفلسطينية ككل، وكان ذلك في الماضي، والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لم يريا مشكلة في إبطاء عضوية إسرائيل، ولكن اعترضت أمريكا على عضوية فلسطين ورأت أنها لا تستحق المراجعة، واللجنة ترى أنه على مجلس الأمن أن يبت في المسألة في الوقت المطلوب، أي إحالة المسألة إلى اللجنة المعنية أو البت في هذه المسألة. في 7 من آذار مارس 1949 كانت هناك رسالة صدر من رئيس مجلس الأمن صيغت ونقلت مشروع القرار حول إسرائيل ورفعت إلى الجمعية العامة، وبالتالي الحد الأدنى الذي وجب أن نقوم به بناء على كل تلك الحتميات هو إرضاء طموحات فلسطين في عضوية في الأمم المتحدة، فقد مرت في مسار طويل منذ 2012 احتلت مركز المراقب في الأمم المتحدة وهي تبعد خطوة عن عضوية كاملة، وبالتالي ندعو كافة الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرح كما ذكرت آنفا من بالإنابة عن المجموعة العربية، وقامت بذلك الجزائر. نحن ملتزمون بالاعتراف بفلسطين، ووضعها سيساعد على تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على المدى الطويل بناء على أسس قانونية أرستها الأمم المتحدة وفقا للمبادرة العربية. الهدف هو إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة متواصلة الأطراف وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، ومن الواضح أنه تحقيقا لهذه الغاية يجب بذل الجهود الرامية إلى تنفيذ كافة تلك القضايا، ونحتاج لإنشاء أيضا آلية دبلوماسية جماعية، ونحن على ثقة أن مثل هذه الآلية ستسمح بالاطلاع بدون رئيسية من الدول العربية والدول الإسلامية التي تتفهم على نحو أفضل وأكثر كيفية التوصل إلى حل عادل يستند على الأسس المتفق عليها دوليا، ولا يجب أن يلقي أي من ذلك بظلاله على أهمية وقف إطلاق النار وفقا للقرار 2728. فإذا لم ينفذ هذا القرار فيمكن لمجلس الأمن أن يفرض جزاءات على كل من ينتهك قراراته أو يدمرها، وسنتطرق إلى هذه المسألة عن قريب. شكرا، أشكر ممثل الاتحاد. كلمة شديدة الأهمية للمندوب الروسي في مجلس الأمن، والحقيقة فاجأنا بمعلومات تاريخية كبيرة جدا، وهو فكرة سأبدأ من هذا الجزء الأخير في كلمته، وهو قال طرح سؤال مغاير تماما، وهي فكرة هل تفي إسرائيل بشروط عضويتها أصلا في الأمم المتحدة قبل أن نطالب بعضوية كاملة لفلسطين؟ هذا ما قاله المندوب الروسي، وذكر بحادثة في إبان أن تأخذ أو تنال إسرائيل العضوية في الأمم المتحدة سنة 48 حينما تشكلت لجنة، هو يتحدث يعني تشكلت لجنة في دراسة أهلية إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة، وأنها أحيلت سنة 49 إلى رئيس مجلس الأمن، وكان هناك هذا السؤال يعني هل إسرائيل جديرة أصلا بأن تكون عضوة في الأمم المتحدة؟ وفي النهاية هو تحدث عن إنه التصويت لصالح مشروع ينقل فلسطين من عضوية مراقب من 2012 حتى الآن إلى العضوية الكاملة هو تنفيذ لقرارات قديمة أصلا كانت في القرارات الدولية التي أشار إليها فيما يتعلق بأنه من حق فلسطين في مرحلة يبت فيها مجلس الأمن أن تنتقل إلى أو تحصى أو تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، كما حظيت إسرائيل التي كان أصلا مشكوك في عضويتها سنة 48 و49. كلام تاريخي
أخي وكلام مهم جدا قاله مندوب الروسي، لكنه تحدث بشكل أكثر حدة وقال إنه كل حق نقض فيتو استخدمه الأمريكيين يدفع ثمنه مزيد من الأرواح، وقال إن تل أبيب تملي، أنا أقرأ بالحرف بنفس اللغة التي تحدث بها كما نقلها المترجم، قال تل أبيب هي التي تملي شروطها على واشنطن، وواشنطن لا تملك إلا أن تدعم قرارات إسرائيل الطائشة كما تحدث المندوب الروسي. إسرائيل قال إسرائيل لا تحترم أي قرارات، وقال إن إسرائيل تجاوزت عتبة الإبادة الجماعية، وقال إن إسرائيل ضربت مستويات قياسية في القتل وخصوصا قتل العاملين في المنظمات الإنسانية، وقال أيضا إن البلاد الأوروبية لا تدين إسرائيل إلا إذا مات أوروبي، إنما لو مات أي شخص آخر لا يمكن أن الأوروبيين يدينوا أحد، وقال إن أوروبا والغرب في معناه الواسع يتعاملوا بدونية بشكل أو بآخر مع العالم الآخر، وتحدث على أنه ذكر كم القرارات، مشاريع القرارات التي عرضت في مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار، وكم عطلت أمريكا هذه القرارات، وقال لو اعتمدنا قرارا واحدا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة لا أفرج عن المحتجزين الإسرائيليين ولما وصلت آلة القتل إلى ما وصلت إليه بهذه الطريقة. وفي النهاية قال يدعم الروس أن الإعطاء العضوية الكاملة إلى فلسطين لتنتقل من عضوية مراقب إلى العضوية الكاملة، وقال هو الهدف إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، سيترتب على ذلك حل كل الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط. أستاذ عصمت منصور، أعود إليك مرة أخرى، أدهشك ما قاله المندوب يعني الروسي، رغم أن احنا توقعنا ردود دبلوماسية أو يثير معركة مع الأمريكان، على ولكنه كان حادا تجاه الإسرائيليين أنفسهم بقدر ما كان حادا مع الأمريكيين. يعني بالفعل كلمة قوية ومباشرة، فيها اتهام صريح للولايات المتحدة، ولاحظ أنه يعني بقية المندوبين يشيرون إلى أزمة إنسانية، يتحدثون عن مأساة، يتحدثون عن جرائم، ولكن بصفة الغائب، لا يتهمون إسرائيل مباشرة ولا الولايات المتحدة مباشرة، يتحدثون عن ظروف صعبة، هنا الحديث بشكل مباشر، وهذه اللهجة على كل حال هي متواصلة منذ بداية هذه الحرب، لدرجة أنه في إسرائيل بدأوا يتعاملون مع روسيا على أنها خصم، وأنه يجب أن تعيد النظر معها إسرائيل بسبب دعمها لإيران وتسليح إيران لها وأزمة أوكرانيا وأيضا موقفها من القضية الفلسطينية. أنا لفت انتباهي فعلا أنه هل تستحق، يعني هذا سؤال استنكاري، هو يعلم الإجابة ولكن يريد أن يطرحه على العالم، أنه في الوقت الذي بعد 76 عام لازلنا نناقش إن كان سيكون هناك دولة للفلسطينيين، علما أنه الشرط كان قيام دولة إسرائيل أن يستقبل بقيام دولة فلسطينية. وأيضا أنا أذكر أنه في 78 كان هناك عندما أزيلت إسرائيل من صفة الدولة العنصرية وبهذه المعنى، كان الشرط أن تعترف بحق العودة وأن تعترف بحق الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، ولذلك للأسف يعني من القرارات يوجد الكثير، لكن أنا أعتقد أن كلمة روسيا كانت فعلا كلمة مباشرة وصريحة، وتحدث مع الإسرائيليين بلهجة أنا أعتقد لم يعتادوا عليها في العالم، ولها صدى هذه الكلمات، خاصة أنه المزاج الدولي كما بدأنا الحديث سواء على مستوى المنظمات الدولية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أو على مستوى الدول أو على مستوى الرأي العام. أستاذ عصمت، في دولة بتتكلم الآن، دولة قوية أيضا، بريطانيا خلصت. طيب أستاذ عصمت، أعود إلى نقطة مهمة جدا، وهو أول مرة تطرح في مجلس الأمن، وهل تفي إسرائيل بشروط عضويتها أصلا في الأمم المتحدة؟ يعني سؤال يعني، وهل تحترم قرارات أصلا مجلس الأمن؟ وهل أصلا في رد حصل على مندوب إسرائيل؟ هو المندوب الروسي يقول يعني مندوب الروسي أساء إلى المجلس الأمن، أساء إلى الأمم المتحدة، أساء إلى الرئيس نفسه. المندوب الإسرائيلي تقصد؟ المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن، يعني المندوب الروسي هو الذي تحدث إلى هذه النقطة، وهل هناك من رد أصلا على إساءة المندوب الروسي، المندوب الإسرائيلي عفوا؟ صحيح صحيح. أنا يعني كما قلت، التحدي اللغة التي تتحدثون بها على الأمم المتحدة
يعني عندما يخرج شخص مثل بن غفير وهو وزير عنصري خبرته السياسية صفر، مدان أكثر من 49 مرة في قضايا إرهاب وعنصرية وكراهية وقضايا إرهاب، يعني إرهاب بمعنى الكلمة، سجن على قضايا إرهاب وحقق ما هو عند الشبكة، وعندما يتحدث مثل هذا الشخص عن الأمم المتحدة بطريقة فيها تحقير، ويتحدث عن الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الطريقة عندما مر القرار الذي طلب وقف إطلاق نار، هذا المندوب الإسرائيلي أيضا هو عضو في الليكود وكان وزير أمن داخلي في إسرائيل، ولذلك يعني هم يحملون كل نظرتهم الفوقية والعنجهية والمسبقة من الدول ومن العالم والرفض لأي صيغة يمكن أن تنصف الفلسطينيين ويترجمونها بهذه الطريقة، وهنا يعني من هنا ربما أهمية أن يسمع الإسرائيليين هذه اللهجة، وباتوا يسمعونها في الجامعات الأمريكية والأوروبية، باتوا يسمعونها في المنظمات الدولية، وباتوا يسمعونها في الإعلام، وباتوا يسمعونها من السياسيين. لكن في جملة مفاجئة أستاذ عصمت، إحنا كلنا نعرف أنه إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيء إلا إذا عادت إلى الأمريكان، إما الأمريكان يقولوا لهم نوافق أو نرفض، لكن الغريب فيما قاله المندوب الروسي أن تل أبيب هي التي تملي شروطها على واشنطن. هذا كلام يعني قد يفاجئ المشاهد الذي يتابعنا الآن، يعني الذي يقرر تل أبيب والذي ينفذ واشنطن مش العكس كما كنا نفهم، يعني هكذا يقول المندوب الروسي. يعني ربما هناك جزء من، أعتقد لا نريد أن نبرئ إسرائيل ولا أن، لكن واضح أن الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر، هي الحليف الأكبر، وإسرائيل هي الحليف الأصغر والتي تنفذ سياساتها، ولكن أيضا لدى نتنياهو ولدى إسرائيل أدوات كثيرة للضغط على، يعني عندما يحدث صدام أو أحيانا خلاف وجهات النظر أو تعارض لدى نتنياهو أدوات كثيرة لتحجيم التدخل الأمريكي أو الضغط الأمريكي، وأيضا الذي يعني يجعل مثل هذا الكلام ربما يعني يصبح شائع وفعلا يعني معقول رغم أنه لا يعكس الحقيقة، أنا لازلت مصر أن الولايات المتحدة هي التي تسير إسرائيل كما تريد، هناك هامش لإسرائيل، هناك أحيانا أوراق في إسرائيل، الذي يجعل هذا الكلام يعني فعلا معقول وهو أنه نحن نرى حرب حاولت الولايات المتحدة إدخال مساعدات فيها ولم تستطع، يعني لا يعقل دولة تمول دولة وتزودها بالذخيرة تعطيها مظلة دولية وحماية في العالم وتؤمن لها حربها وترسل بارجاتها وأساطيلها ولا تستطيع أن يعني أن تطلب منها أن تدخل شاحنة مساعدات لجوعة وناس يموتون من الجوع في شمال قطاع غزة، ولذلك تضطر هذه الدولة أن تلقي المساعدات من الجو أسوة بأي دولة بسيطة في العالم أو أي دولة صغيرة في العالم، يعني واضح أنه نتنياهو يذهب بتحديه للإدارة الأمريكية والولايات المتحدة إلى مدى بعيد، وهذا حدث مع أوباما عندما تحداه في مشروع الاتفاق الإيراني، وأيضا حدث مع ترامب عندما أيضا طلب منه وأثر عليه أن ينسحب منه، والآن مع بايدن، يعني واضح أن نفوذ نتنياهو وإسرائيل يزداد في الولايات المتحدة، أوراق قوتهم بسبب التنافس وبسبب الدعم وبسبب الإعلام تزداد في الإدارة الأمريكية، ولكن في النهاية أعتقد إذا وجدت إرادة لدى الإدارة الأمريكية هي تستطيع أن تفرض على إسرائيل ما تريد، هذا تبين مثلا في الأزمة الأخيرة عندما قصفت إسرائيل من إيران، من الذي تصدى؟ الولايات المتحدة، من الذي يعني يؤمن لها حلف ومجال وقدرة على العمل؟ الولايات المتحدة، وتصبح إسرائيل مرة أخرى يعني تكتشف مرة أخرى حاجتها الولايات المتحدة وأنها لا تستطيع لا الرد على إيران ولا تصدي للرد الإيراني دون الدعم الأمريكي. في الملحوظة أيضا التي تؤخذ في الاعتبار خصوصا لما تتكلم على دولتين كبيرتين ذات ثقل سياسي، روسيا والصين كتحالف، وهو تأكيد التحالفات في هذه الكلمات، يعني المندوب الروسي يقول في سياق كلمتي أستاذ عصمت وأنا أتحدث للمشاهد الكريم أيضا، نحن والصين، يعني في سياق حديثه دائما يقول نحن والصين، وهو تكريس التحالف الروسي الصيني ضد التحالف الأمريكي الأوروبي. وهنا نقطة مهمة جدا، طبعا كلنا في انتظار ما سيقوله الصينيون، لأنه لو الروس خلاص الروس وافقوا على أن تنتقل فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، وكل الدول اللي تحدثت وافقت باستثناء إسرائيل وبعض الدول الأخرى، وبالتالي لو الصين وافقت أنت أمام يعني دول كبيرة وافقت على العضوية الكاملة لفلسطين، وهنا يصبح الأمر محرج جدا لدولة زي مثلا بريطانيا أو أمريكا. يعني
بالفعل، ولذلك طوال الأسبوع الماضي كانت الولايات المتحدة تمارس ضغوط هائلة على بعض الدول كي لا يكتمل العدد إلى 9، لأنه إذا اكتمل العدد 9 كما ذكرتم هو سيصبح هناك يعني إما أن يمر القرار أو يتم اعتراضه بالفيتو لأنه يصبح أغلبية كبيرة. ولذلك إذا اكتمل 9 ستشكل هذه فعلا يعني موقف محرج مرة أخرى للولايات المتحدة. المرة الماضية عندما امتنعت الولايات المتحدة كان سيبدو شاذا جدا ومنافيا لكل سرديتها وخطابها ودعوتها لوقف إطلاق النار أن تعترض على قرار يدعو لوقف إطلاق النار وهو ليس قرار روسي مثلا أو ليس قرار مدعوم روسيا، وصياغته تمت من قبل الدول يعني المحايدة والدول الأعضاء. ولذلك أحيانا يعني يكون اتخاذ الفيتو محرج جدا الولايات المتحدة، ولكن هي تجد أنه هذا أمر لا بد منه، تواجه هذه الانتقادات، تحاول أن تبررها طيب بسياق صراعها مع الصين وروسيا أو أنه غير متوازن أو أنه يعطل حل الدولتين. أستاذ أصمت، المندوب الجزائري أشار إلى نقطة شديدة الأهمية، شديدة الأهمية بالعدد يعني في إطار العدد، هو أشار إلى أنه في جامعة الدول العربية بتكلم على أكثر من 22 عضو، تكلم على منظمة التعاون الإسلامي عدد كبير يعني ضعف عدد جامعة الدول العربية، تكلم على حركة عدم الانحياز، يتحدث عن الاتحاد الإفريقي، يعني 4 منظمات ذات ثقل كبير. يعني إذا كانت الأمم المتحدة 190 أو أكثر من 190 عضو، فأنت بتتكلم على عدد من المنظمات الدولية المعترف بها ذات الثقل السياسي الكبير. صحيح موجود ثقلها أو أغلبها في الشرق الأوسط، لكن لها مؤثرة عالميا، سواء جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقي أو منظمة التعاون الإسلامي أو دول عدم الانحياز. هنا سؤال، يعني كيف يمكن تفعيل هذا الثقل والعدد، لأنه فيهم أعضاء صحيح نفس الأعضاء هنا موجودين في الأمم المتحدة لكنهم ذات ثقل كبير جدا. صحيح، يعني إذا حسبنا عدد سكان هذه الدول أو المساحة التي نسبة مساحتها من العالم تجد أنها تشكل أغلبية كبيرة، وهي دول ذات حضارة عريقة وذات إرث ولها يعني دور وثقافة وسجل مهم في كل القضايا السياسية والعسكرية وفي العلاقة مع الفلسطينيين، ودول جزء منها خضعت للاستعمار وتدرك معنى أن تكون تحت استعمار. ولكن أنا هنا أريد أن أستذكر كلمة لبيرس، شومان بيرس، عندما كانت تمر قرارات في منظمات لا يوجد فيها فيتو مثل مجلس حقوق الإنسان أو مثل الأمم المتحدة تحتاج إلى أغلبية عددية، كان يسأل أي الدول أو يلفت الانتباه إنه هل صوتت مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا والدول الغربية معنا أم ضدنا، ويعتبر وهو ومن ثم جاء نتنياهو وأكمل هذا التقليد أنه نحن المهم الدول الديمقراطية، للكوسين إنه هذه الدول الديمقراطية الدول المتنورة معنا، وبالتالي هذا يعطي مصداقية أخلاقية وليست عددية للقرار. هذه النظرة الفوقية يعني للشعوب وللدول وللحضارات ولإرث هذه الدول وتجاربها في محاربة الاستعمار هي يعني نظرة عنصرية بكل معنى الكلمة. ولذلك أيضا الآن إسرائيل لا تنظر لهذه الدول سواء كم، لا تنظر لوزنها البشري والثقافي والحضاري والعسكري ومن كل النواحي. ولذلك للأسف يعني الدول الغربية التي هي دول استعمارية على كل حال تاريخها استعماري هي التي تهم إسرائيل، وهي التي تمسك بزمام الاقتصاد في العالم والقوة والنفوذ والمنظمات الدولية، ولاحظ الدول التي يعني لديها الفيتو والتي تستخدم بهذا الشكل التعسفي ضد تطلعات الشعوب هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وللأسف يعني هي صاحبة خطاب حقوق الإنسان. ولذلك أنا أردت من هذه المقاربة أن أقول أنه أحيانا إسرائيل لا يهمها العدد، تنظر أولا الولايات المتحدة إلى جانبنا إذا كان نعم من معها من الدول الأوروبية والغنية. اسمح لي أستاذ عصمت، كلنا ننتظر ماذا ستقول الصين في هذا مشروع القرار. على إحاطته نحن نرحب بسعادة ممثل فلسطين وبمعالي وزراء الدول العربية في جلسة اليوم. منذ الأشهر الأخيرة ومنذ بداية النزاع بين إسرائيل وفلسطين إن
الصين عملت مع المجتمع الدولي لبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام. إن الرئيس الصيني غالبا ما تحدث عن موقف الصين فيما يتعلق بالوضع الحالي في فلسطين وإسرائيل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء أعمال القتال لكي لا يتمدد النزاع ولضمان وصول المساعدة الإنسانية بالعراقيل وبسرعة، كما وشدد على أن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هو تنفيذ حل الدولتين لتعزيز تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بأسرع وقت ممكن. مع استمرار النزاع أن الوضع هش على الأرض، الحرب اختبار للضمير، والعدالة والسلام يدعوان إلى التحليل بالمسؤولية. إن المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن ينبغي أن يبرهن عن تصميم بالغ واتخاذ الخيار الصواب والتحرك. ينبغي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. إن شعب غزة لم يروا وقف لإطلاق النار حتى خلال شهر رمضان، كما أن الآثار السلبية للنزاع ما زالت تلقي بتبعاتها على المنطقة. إن هذا الواقع المرير لأكثر من 6 أشهر أوضح أن استمرار القتال لن يساعد في تحقيق الأمن لأي من الطرفين، بل سيؤدي إلى خسائر إضافية في الأرواح البريئة، سيقوم بجر المنطقة بكاملها إلى محرقة أكبر. نحث إسرائيل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 على الفور، وأن تقوم بعكس مسارها، وأن تكف عن عملياتها العسكرية ضد غزة، وأن تتخلى عن أي خطة لشن هجوم ضد رفح. نحث الدول التي لها تأثير على الأطراف في النزاع أن تقوم باتخاذ موقف حازم وأن تبذل الجهود الملموسة لتعزيز وقف إطلاق النار، كما ندعو الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي تحرك قد يؤدي إلى تفاقم التوترات، وذلك لتفادي أي توسع للنزاع. إن التحرك الملموس يجب اتخاذه للتخفيف من الكارثة البشرية في غزة. ولو كان شعب غزة محظوظا لتفادي القصف، يضطرون مع ذلك إلى مواجهة المجاعة. هذه كارثة في القرن 21. هذه لطخة على الدمير على إسرائيل أن تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، وأن تقوم برفع الحصار عن غزة، وأن تفتح كافة المعابر البرية، وأن تضمن الوصول السريع وبلا عراقيل إلى المساعدة الإنسانية بالحجم المناسب، وتوزيع هذه المساعدة الإنسانية بشكل آمن ومنتظم في غزة. تعد وكالة الأونروا ركيزة للإغاثة الإنسانية في غزة، ودورها لا يمكن استبداله. نحن ضد أي هجوم خبيث أو قمع ضد الأونروا، وندعو الدول المعنية لاستئناف التمويل للوكالة بأسرع وقت ممكن. إن حل الدولتين ينبغي أن نعيد إحيائه بتصميم متجدد. فالطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة في الشرق الأوسط تنفيذ حل الدولتين، كي يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من تحقيق الأمن المشترك، وكي يتمكن الشعبان من تحقيق التنمية. إن جولة الصراع الحالية تحذير مأساوي للمجتمع الدولي، أنه لا يمكن أن يتفادى طموحات الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلالية والدولة أو لمعالجة هذا الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني. تدعو الصين إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية على الصعيد الدولي لإعادة إحياء الآفاق السياسية لحل الدولتين، وفي هذا الصدد ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يكون أكبر، أكثر شمولا وأكثر فعالية، لتحديد مهل زمنية وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين. إن الصراع الإسرائيلي والفلسطيني دام لأكثر من 70 عاما. إن إسرائيل حققت استقلاليتها وأنشأت دولتها، ولكن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنشاء الدولة تم تجاهله لفترة طويلة. إن العضوية في الأمم المتحدة خطوة مهمة لفلسطين لإنشاء دولتها المستقلة. طلبت فلسطين النظر من جديد في طلبها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو الصين كافة أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف مسؤول
والتصويت بشكل إيجابي في عصر هذا اليوم لدعم انضمام فلسطين إلى الأسرة الأممية كعضو كامل. شكرا السيد الرئيس. إذن هناك صوت آخر ونحن نتابع على الهواء مباشرة. الحقيقة حدث تاريخي، حتى إن لم تفضي إلى دولة فلسطينية كاملة عضوية، الصين توافق على إعطاء صوتها وتطالب بكل الأعضاء في 15 في مجلس الأمن أو 195 أو أكثر في الأمم المتحدة لأن يعطوا أصواتهم لأن تتحول فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية. إذن عندنا الصين والروس وكل الذين تحدثوا باستثناء دول قليلة جدا حتى الآن، ربما تكتمل الشروط. المفروض 9 أصوات 9 دول في مجلس الأمن من 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن يعطوا الموافقة على أن تتحول فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية. وطبعا إذا استثنينا أن تستخدم واحدة من الدول الخمس الكبار اللي لهم حق الفيتو إن هم يستخدموا حق النقد، الصين مش أعطت صوتها، الروس ضامنين، نتوقف عند الأمريكان وعند الفرنسيين وبقية الأعضاء، وبالتالي المزاج العام. لكن أشير إلى طبعا معروف إذا قررنا ما قاله المندوب الصيني في المجلس الأمن وما قاله المندوب الروسي سنعرف ما هي تفاصيل الدبلوماسية الصينية والفرق بين الدبلوماسية الروسية. الدبلوماسية الروسية مهاجمة صريحة والدبلوماسية الصينية هادئة، لم تذكر الأسماء ولم تشر إلا أمريكا في إلا بقليل جدا، لكنها أشارت الحقيقة إلى أنه الحرب اختبار للضمير وأنه مجلس الأمن حتى الآن فشل في أنه يوقف أو ينفذ قرار واحد، وأنه إسرائيل يعني بمعنى أو بآخر لم تستجب لهذا الموضوع، وأنه المجاعة كارثة كبرى في القرن 21، وأنه يطالب إسرائيل بفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية والمطالبة بألا تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وقال ندعو إلى حل الدولتين وندعو لعقد مؤتمر سلام دولي كبير يعني على شاكلة أوسلو وغيرها من هذه المؤتمرات، وقال أنه تم تجاهل حق فلسطينيين في دولة فلسطينية قابلة للحياة كثيرا طوال العقود الماضية وآن الأوان. وهنا قال الجملة التي كنا ننتظرها جميعا أنه الصين تدعو جميع الدول بأن تعطي فلسطين حق العضوية الكاملة. وهنا السؤال الذي كنا ننتظر له، نحن أمام صوت جديد مؤثر ومهم. مرة أخرى أعود لضيفي الأستاذ عصمت منصور، أمام صوت كنا ننتظره أستاذ عصمت، الصين الآن مع أن تأخذ تنتقل من عضوية مراقب إلى عضوية كاملة لفلسطين، بل تدعو كل الدول وتطالب كل الدول بأن يعني تصوت لهذا الأمر يعني. صحيح يعني، وهذا كان متوقع. الصين وروسيا هناك تنسيق كبير بينهما رغم اختلاف الأسلوب، كما لفت أخي محمود أنه الصين لغتها هادئة، لغة تنطلق من القانون الدولي وتحاول أن يعني تكون واضحة ولكن أيضا غير هجومية، ولكن كانت واضحة وليس فقط أيدت بل دعت العالم إلى أن يتبنى هذا القرار وترى فيه إنصاف للفلسطينيين. أنا أريد أن أربط هذا الكلام بما يعني مواقف الدول، هناك حراك أيضا تقود يعني رأينا السعودية ومصر والجلسة السداسية التي عقدت في بداية شهر رمضان. أستاذ عصمت معلش أنا آسف جدا، ولكن لا نريد أن نفوت، نحن أمام دولة كبرى فرنسا الآن، يا ترى مع من أو مع ماذا ستقول فرنسا؟ أدانت فرنسا بأشد التعبير هذا الهجوم، فهو يشكل تهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين والاستقرار والأمن في المنطقة. تكرر فرنسا تضامنها مع الشعب الإسرائيلي وتذكر بالتزامها بأمن إسرائيل وبشركائنا وبالاستقرار الإقليمي، كما وتدعو الأطراف إلى أن تبرهن عن ضبط النفس لتفادي أي تصعيد، ونتائج ذلك ستكون سلبية على المنطقة بكاملها. ويذكرنا هذا الهجوم بضرورة معالجة الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط، وذلك لتفادي أي تصعيد جديد للوضع في غزة، كما قال فخامة
الرئيس إيمانويل ماكرون، من المهم أن نتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار من دون أي تأخير يضمن الحماية لكل المدنيين. تؤكد فرنسا على طلب مجلس الأمن بأن كافة العراقيل لتقديم المساعدة الإنسانية يجب رفعها، وأن إسرائيل يجب أن تفتح وتيسر استخدام كافة المعابر لإيصال المساعدة الإنسانية، ما في ذلك في شمال قطاع غزة ومن خلال معبر بري مباشر مع الأردن وعبر البحر. تذكر فرنسا بتضامنها مع الشعب الإسرائيلي وتكرر إدانتها للهجمات الإرهابية وأعمال العنف الجنسي التي ارتكبتها حركة حماس ومجموعات إرهابية أخرى في 7 أكتوبر، وتطالب كما طالب المجلس بالإفراج الفوري وبلا شروط عن كافة الرهائن. من الضروري أن الاستعمار غير القانوني بحسب القانون الدولي وموجة العنف في الضفة الغربية يجب أن تتوقف. فرنسا تدين بأشد التعابير أعمال العنف التي ارتكبها المستعمرون ضد المدنيين في الضفة الغربية ومقتل الشاب إسرائيلي. هذه الأعمال غير مقبولة. أن المستعمرين إن المستوطنين الذين يرتكبون الهجمات ضد الفلسطينيين يجب أن يعاقبوا على هذه الأفعال. أعمال العنف هي نتيجة استمرار الاستيطان، وهذا يؤدي إلى زيادة التوتر وانتهاك القانون الدولي. وندعو السلطات الإسرائيلية على ضمان حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات بحسب القانون الدولي. إن فرنسا اتخذت سابقا تدابير ضد المستوطنين الذين ارتكبوا أعمال عنف، وستتخذ تدابير جديدة أيضا في هذا الصدد مع الشركاء. إن فرنسا تشعر بالقلق إزاء زيادة الصدامات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس كي نتفادى أي توتر وتصعيد لن يتمكن لبنان من تحمل تبعاته. إن هذه الصدامات أيضا يجب ألا تلحق الأذى بأمن اليونيفل. فرنسا تلتزم بسيادة لبنان وتدعو إلى تنفيذ القرار 701، ورئيس الجمهورية يواصل التواصل مع النظراء في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. في اليمن على الحوثيين أن يكفوا عن هجماتهم في البحر الأحمر، ما يمثل هجوما غير مقبول على حرية الملاحة ويعرقل الملاحة البحرية الدولية. نكرر إدانتنا بأشد التعبير لهذه الهجمات وندعو إلى تنفيذ الكامل للقرار 2722. الحوثيون يجب أن يكفوا عن هذه التحركات المزعزعة للاستقرار وأن يلتزموا بعملية السلام برعاية المبادئ الخاص الأمين للأمم المتحدة. في سوريا وحدها التسوية السياسية على أساس القرار 2254 الذي تم اعتمادهم بالإجماع من قبل هذا المجلس قادر على تقديم السلام الدائم للسوريين. إزاء التصاعد في التوترات، تبقى فرنسا معبأة للتخفيف من التصعيد وللتواصل لتسوية سياسية دائمة للنزاع الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وفي هذا السياق اقترحت لمجلس الأمن مشروع قرار حول الحالة في الشرق الأوسط، لأن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يتيح بناء سلام عادل ودائم في المنطقة. تؤكد فرنسا على التزامها بأمن إسرائيل وبتشييد وإنشاء دولة للفلسطينيين. إن السلطة الفلسطينية تؤدي دورا أساسيا في هذا الصدد في الضفة الغربية كما في غزة. شكرا. طيب أستاذ عصمت، يعني سيحتار المشاهد كثيرا في الإجابة على سؤال هل وافق الفرنسيون على العضوية الكاملة لفلسطين، ولكن هي قالت نؤيد، يعني مندوبة فرنسا في مجلس الأمن قالت نؤيد. طيب نذهب إلى أمريكا، يعني احنا شفنا فرنسا والروس والصينيين، باقي أمريكا. ذلك حماس دفعتنا إلى حافة الهوية. إن الولايات المتحدة تدين الهجوم مباشر لإيران ضد إسرائيل، ونحن إلى جانب إسرائيل وشركاء آخرين ساعدنا في إلحاق الهزيمة بهذا الهجوم. لا شك في أن أهداف إيران في إطلاق أكثر من 300 ذخيرة ضد إسرائيل كان إلحاق الضرر البالغ والتسبب بخسائر في الأرواح. إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت، أكرر هو ثابت، و مساهمتنا في دفاع إسرائيل ضد إيران هذا خير دليل على هذا الالتزام. من الأساسي
أن يتحد المجتمع الدولي في إدانة هذا التحرك التصعيدي المتهور لإيران الذي يمثل تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، يزعزع الاستقرار في المنطقة ويعرض شعبها للخطر. ردا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة جزاءات في هذا الصباح ضد أطراف شاركوا في برنامج المسيرات لإيران و زبائن لإيران وعدد من الشركات ووزارة ووزير الدفاع. ونحن نتوقع أن الحلفاء والشركاء سيقومون أيضا بفرض الجزاءات، وسنستمر بتعطيل الشبكات التي تدعم نشر إيران للأسلحة، ما يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وما وراءها. على مجلس الأمن أيضا ألا يدع لتحركات إيران أن تفلت من العقاب. لفترة طويلة إيران انتهكت بشكل فاضح التزاماتها الدولية، وبشكل خاص من خلال تحرك الحرس الجمهوري الإيراني. إن الأدلة واضحة، إيران سلحت حزب الله بشكل يتعارض مع قرار مجلس الأمن 1701، كما وسلحت ويسرت ومكنت هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومؤخرا السفن التجارية والتجار في البحر الأحمر بشكل ينتهك القرار 2216 وبشكل يتعارض مع القرار 2722. إن المسيرات الإيرانية استخدمت لشان الهجمات ضد عدد من الدول الأعضاء، وهذا بشكل ينتهك مع القرار 2231، كما أن إيران انتهكت بشكل متكرر القانون الدولي من خلال استهداف السفن التجارية في الخارج الفارسي، وفعل ذلك في 12 أبريل. كما أن إيران قدمت التمويل والتدريب للجناح العسكري لحماس، ونعلم أن هذا الجناح ارتكب أعمال قاسية غير مقبولة ضد إسرائيليين وأمريكيين وأشخاص من جنسيات مختلفة من حول العالم. إن هذا الدعم الإيراني الطويل ما زال يساهم في الأزمة الحالية في غزة، في حين أن وزير إيران سيقدم الأعذار لهذه التحركات اليوم، إلا أننا نملك مسؤولية مشتركة لتحديد ما هي تبعات تحركات إيران لضمان أن إيران تمتثل لقرارات مجلس الأمن وتكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي. الزملاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز تعاوننا لإنهاء الأزمة في غزة، بما في ذلك من خلال العمل نحو وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من اتفاق للإفراج عن الرهائن من قبل حركة حماس، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين. ولكن حماس ما زالت ترفض العروض من إسرائيل لإيقاف الأعمال القتالية والإفراج عن الرهائن بشكل متكرر. لو قبلت حماس بالعروض من إسرائيل لأتاحت المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار يعود بالفائدة على الفلسطينيين على الفور. على حماس أن تقبل بهذه الصفقة، وإلا عليها أن تشرح للعالم وللشعب الفلسطيني لما رفضت ذلك حتى الآن، لأنه في الوقت الحالي إن حماس هي العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة، العائق الوحيد. الزملاء، من الملفت إلى أي مدى لا يذكر أو لا تذكر حركة حماس عندما نتحدث عن الوضع في غزة. لما حصل شيء في غزة لو أن حماس توقفت عن الاختباء وراء المدنيين، أفرجت عن الرهائن واستسلمت. لحماس الفرصة الآن لكي توافق على المقترح حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. إن الطابة في ملعب حماس وينتظر العالم ليرى ما ستفعله. دعا الرئيس بايدن إسرائيل لتنفيذ عدد من الخطوات الملموسة والتي يمكن قياسها لحماية المدنيين من الأذى ولضمان تقديم المساعدة الإنسانية وضمان أمن العاملين في المجال الإنساني. يجب أن تبذل إسرائيل المزيد من الجهود لحماية الأبرياء، فقد قتل كثر. وأوضح الرئيس الأمريكي أن السياسة الأمريكية بحسب غزة
سيتم تحديد هذه السياسة بحسب تحرك إسرائيل في هذا الصدد. نرحب بقرار إسرائيل لفتح المزيد من المعابر البرية، فنحن نحتاج إلى تنفيذ فوري لهذه الالتزامات، نحتاج إلى نتائج فورية فيما تواجه غزة المجاعة الفورية أو الوشيكة، إن الأرواح تعتمد على ذلك. ندعو إسرائيل إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لتيسير تسليم المساعدة الإنسانية بالحجم المطلوب. أكثر 240 من العاملين في المجال الإنساني تعرضوا للقتل، ولا يمكن أن يتعرض المزيد منهم من القتل. نكرر الدعوة لإسرائيل لكي تنفذ التدابير الفورية لكي تعالج أي أوجه نقص، لكي يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الاطلاع بمهامهم المنقذة الأرواح. الزملاء، الولايات المتحدة تشعر بالقلق أيضاً إزاء التوترات في الضفة الغربية. نحن ندين بأشد التعبير مقتل شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاماً، والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية بعد اختفائه ما أدى إلى عشرات من الجرحى، ضرر في الممتلكات ومقتل شابين فلسطينيين، واحد يبلغ من العمر 24 عاماً والثاني يبلغ من العمر 17 عاماً. نحن ندين هذه الجرائم بأشد التعبير، وصلاتنا مع الأسر. إن الأبرياء لا يمكن أن يكونوا الأهداف. ندعو السلطات لاتخاذ التدابير لحماية كافة المجتمعات من الأذى، ونحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية لبذل قصارى جهدهم للتخفيف من التصعيد والتوترات. كما أن الولايات المتحدة ستستمر بفرض جزاءاتها على الأشخاص الذين يشاركون في أعمال العنف في الضفة الغربية. الزملاء، تكرر الولايات المتحدة التزامها بالاستمرار بالعمل لمعالجة التحديات التي نواجهها في الشرق الأوسط اليوم. سوف ندعم إسرائيل فيما تواجه تهديدات غير مسبوقة من إيران، ونكرر أن إيران يجب أن تمتثل لكافة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والميثاق. في الوقت ذاته سنستمر بالدبلوماسية المباشرة للدعوة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول المجاورة لها والأفاق السياسية نحو حل الدولتين، لكي يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنبا إلى جنب بسلام. نحن ملتزمون بتحقيق الخطوات الكبيرة بفترة زمنية محدودة نحو حل الدولتين. السيد الرئيس، إن ممثل الاتحاد الروسي انتقد قرار الولايات المتحدة حول الوضع في غزة. كما يعرف كثر في هذه القاعة، إن قرار الولايات المتحدة كان جهداً لتعزيز وقفة واقعية في النزاع والمساعدة في تيسير تسليم المساعدة الإنسانية. لا بلد بذل جهوداً أكثر من الولايات المتحدة لتحسين الأفاق من أجل السلام في المنطقة. روسيا لم تفعل شيئاً بصراحة، باستثناء ترويج للأكاذيب والمعلومات المغلطة حول الولايات المتحدة وشركائها. قلت ذلك مراراً، إن روسيا ليست في موقف يتيح لها انتقاد أي عضو في مجلس الأمن، نظراً لجرائم الحرب والجرائم الفظيعة الأخرى التي ترتكبها بشكل يومي في أوكرانيا. بالنسبة إلى روسيا، إن الوضع المأساوي في غزة هو مجرد فرصة لإلهاء المجتمع الدولي عن الحرب المروعة التي تشنها ضد شعب أوكرانيا. وشكراً السيد الرئيس. أشكر سعادة ممثل الولايات المتحدة. لما كنا ننتظر أن نسمعه في السؤال الصريح اللي هو من أجله عقدت هذه الجلسة، وهو الدول تقول إما أنها توافق أو ترفض على مشروع قرار أن تتحول فلسطين من دولة كمراقب إلى كاملة العضوية. المندوب الأمريكي لم يشر إلى أي شيء من هذا الموضوع وترك الأمر غامضا، وبالتالي هنا السؤال الكبير جدا اللي هو ما الذي يفهم؟ هل هيفهم أنه ستستخدم أمريكا حق نقض الفيتو إذا اكتملت فكرة الشروط التسعة، أن في تسع دول ستوافق وبالتالي يؤجل قراره لأنه لم يجب معه أو لا؟ وبالتالي معي طلال الحاج من نيويورك، مدير مكتبنا في نيويورك. طلال، أهلا بك. ما الذي نفهمه مما قاله المندوب الأمريكي في مجلس الأمن؟ يعني سيستخدم حق النقد، هل يعني ذلك رفض لفكرة العضوية الكاملة الفلسطينية؟ صحيح كان حديث دعم لإسرائيل، مش غريب يعني أن احنا نسمعه من المندوب الأمريكي، لكن كنا ننتظر يعني أو لا مع ما يطرح الآن من قرار. يعني
بالفعل محمود نائب السفير الأمريكي روبرت وود ركز في حديثه على الهجوم على إيران وشجب إيران وشجب هجومها السبت الماضي، ولم يتطرق إلى موضوع الدولة أو انضمام الدولة الفلسطينية إلى منظمة الأمم المتحدة. أستطيع محمود أن أؤكد لك أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض أو الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري عند التصويت عليه الساعة 21 بتوقيت غرينتش اليوم، يعني بعد 5 ساعات تقريبا أو 4 ساعات ونصف من الآن سوف يكون التصويت، وستكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة بين أعضاء المجلس 15 التي ترفض هذا القرار. مشروع القرار الجزائري الذي يوصي بقبول الجمعية العامة بطلب عضوية فلسطين كعضو كامل في المنظمة الدولية سوف يلقى على أقل تقدير 10 أصوات فوق 9 أصوات التي تفضلت بها، سوف يلقى 10 أصوات، ولولا الفيتو الأمريكي الصوت السلبي الوحيد داخل الجلسة لقبلت فلسطين في هذه المنظمة كعضو كامل ذات ودولة ذات سيادة بحدود معترف بها دوليا. موقف الدول الأربع وهي بريطانيا ما أيضا موقفها معروف وبكل تأكيد سوف تمتنع عن التصويت، بريطانيا سوف تمتنع عن التصويت. الدول الثلاث التي عليها علامات استفهام هي كوريا الجنوبية اليابان وسويسرا، وهي من الدول 10 غير دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، وتبذل جهود حثيثة الآن من قبل 7 الآخرين لإقناعهم بعدم الامتناع عن التصويت والتصويت لصالح مشروع القرار الجزائري، ونتوقع أن تحصل الجزائر في واقع الأمر على 12 صوتا أو 13 صوتا في واقع الأمر، ولكن بحد أدنى سوف تحصل بكل تأكيد على 10 أصوات. الدولة الأكيد سترفض هي الولايات المتحدة، والدولة الأكيد الممتنعة عن التصويت هي بريطانيا وفرنسا. فرنسا وافقت بشكل كان فهمنا أنه موافقة صريحة يعني. نعم 10 أصوات بكل تأكيد كما قلت. بريطانيا ممتنعة عن التصويت، الولايات المتحدة مع ضد التصويت وبلا أي فيتو أمريكي، والثلاثة الدول المتأرجحة حتى الآن بسبب المصالح التي تربطها بالولايات المتحدة هي كوريا الجنوبية اليابان وسويسرا، ولكن نتوقع أن تنتهج هذه نهج بقية 7 من الدول غير دائمة العضوية وتصوت لصالح مشروع القرار الجزائري، أي ممكن تحصل الجزائر على 13 صوتا بحد أقصى أو 10 أصوات بحد أدنى، ولكن لن يمر القرار على أي حال. ولاحظ أن المتحدث عن الولايات المتحدة في هذه الجلسة الوزارية هو نائب السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، حتى ليست سفيرة. إما أن يحضر وزير خارجيتك وإما يتحدث المندوب الدائم، ولكن في حالة الولايات المتحدة والتقليل من أهمية هذا الاجتماع أرسلوا بنائب بالسفير روبرت وود، وهو دبلوماسي محنك معروف أعرفه أكثر من 20 عاما عندما كان هنا في يعمل في كموظف ليس بسفير داخل البعثة الأمريكية في نيويورك، شخص طيب على دمث الخلق، ولكن طبعا في آخر الأمر لابد أن يمثل طبعا سياسة بلده، وتستغل خطابه ليس بالحديث عن الولايات المتحدة بل بالحديث عن إيران والعقوبات التي فرضت اليوم على إيران ومن شارك في استهداف. طب طلال، حتى يعني أولئك المحبطين الذين كانوا يتابعون الآن وكانوا يأملون أن تكون هناك نقلة نوعية في
ما لوح به القادة طوال الشهور الستة في الحرب الإسرائيلية على غزة بأن تنتقل فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة للعضوية، حتى لا نزود إحباطهم أنه هذه ليست آخر الفرص. يعني يحق لأي دولة في مجلس الأمن وأن تقترح مشروعا آخر على أساسه تنتقل فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية، هي ليست آخر المطاف، يعني ليست آخر الفرص. يعني نعم نعم نعم، مضى حق وراءه مطالب، هذا هو شعار الفلسطينيين، وبكل تأكيد سيتوجهون بعد الإحباط أو الفيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن اليوم الساعة 21 بتوقيت غرينتش، سيتوجهون ويضعون خطط التوجه إلى الجمعية العامة، حيث سيحصلون على 150 صوتا أو 160 صوتا في مقابل 10 أصوات ضد أو ما شابه، معظمها من جزر صغيرة تعتمد على إسرائيل والولايات المتحدة في بقائها في المعونات الاقتصادية والعسكرية. ستحصل على إجماع ودعم فائق داخل الجمعية العامة، وبعد ذلك يتوجهون ثانية في وقت لاحق إلى مجلس الأمن طالبين الانضمام. سوف يحاولون الكرة بعد الأخرى، وكما قلت هم يؤمنون بأنه مضى حق وراءه مطالب، وسيظلون يطلبون في الانضمام الكامل كدولة ذات سيادة ما داخل حدود معترف بها دوليا في هذه المنظمة الدولية. لن يكون هذا آخر المطاف، ولكن لا نتوقع شيئا من هذا الحدث اليوم في تصويت في داخل مجلس الأمن، لأن الولايات المتحدة وبكل تأكيد وأنا على يقين من كلامي ستستخدم حق النقد والفيتو. والسفيرة الأمريكية ليس بسر أبلغت السفراء العرب هنا قبل أكثر من أسبوع بأنهم سيستخدمون حق النقد والفيتو، وأنها لن تكون في نيويورك في ذلك اليوم لحضور هذه الجلسة. يعني طيب، هنا سؤال طلال، ما الذي وصلك؟ أنت متابع لهذا الملف من سنين، يعني أنت حينما كنا نسمع المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن بنفسها تتحدث، والسفيرة كانت تقول لابد أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، ولما جئنا إلى وقت التنفيذ السيدة مش موجودة أصلا في نيويورك يعني، وبالتالي ما الذي يفهم من هذه المسألة؟ يعني هل كانت تقصد أنه فلسطين تحصل على عضويتها من مكان آخر غير مجلس الأمن، أم في ذهنهم دولة أخرى غير الدولة اللي الناس عارفاها أنها لابد أن تحصل على موافقة وعضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحظى بعضوية في الأمم المتحدة؟ يعني تناقض أقوال السفيرة الأمريكية يعني بهذا الشكل، هي نفسها قالت يعني هي لديهم تعليل لذلك. أولا، أول تعليل لهم وهو موقف يعني يتبناه أيضا الكونغرس الأمريكي سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أن أي اتفاق على حدود، لأن أي دولة لابد أن يكون لها حدود معترف بها، أي اتفاق على حدود ومسألة الحدود ومسألة عودة اللاجئين ومن سيسكن هذه وهل ستكون منزوعة السلاح أم لا، الاتفاق على المياه، اتفاق، هناك مواضيع الحل النهائي لابد أن يتم أولا على الأرض، لأن أي قرار يصدر من هذا المجلس وكما شاهدنا وفيه شيء من الصحة ليس تنفيذه مؤكد حتى ولو كان تحت الفصل السابع، كما تعرف القرار ضد اليمن 22-1-6 كان تحت الفصل السابع ولم ينفذ، لأنه لا توجد إرادة دولية للتنفيذ أو إرسال الجيوش أو فرض العقوبات إلى ما شابه. لذلك هي تجادل السفراء العرب دائما بأنه لابد من اتفاق بين الأطراف. المشكلة هي أنه لا توجد هناك حكومة إسرائيلية متفهمة متعاطفة متعاونة ذات نوايا حسنة، هناك حكومة إسرائيلية يمينية دينية متشددة لا تؤمن بحل الدولتين، وقالوها علانية وصراحة، ولكن هم يقولون أن الاتفاق لابد أن يكون على الأرض أولا وبعد ذلك يتبناه مجلس الأمن. هذا موقف الأمريكي. هناك نقطة قانونية مهمة جدا وهو القرار 1860S، وهو ليس قرار من مجلس الأمن بل قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي صدر في 14 نوفمبر
عام 2011 عندما أعلنت اليونسكو انضمام دولة فلسطين كعضو كامل في منظمة اليونسكو، ومنعت الولايات المتحدة تمويل اليونسكو، وأصدر الكونغرس أو السنت هذا القرار 1860 يمنع الحكومة الأمريكية، أي حكومة أمريكية سواء ديمقراطية أو جمهورية، من تمويل أي منظمة أو وكالة داخل الأمم المتحدة تسمح بانضمام عضوية كاملة لدولة فلسطين فيها. وبالتالي هذه المنظمة القائمة التي تستلم ما بين 22 و25% من ميزانيتها من الولايات المتحدة لا تريد أن تخاطر أو تجازف بخسارة هذا المبلغ الهائل الذي تعتمد عليه في القيام بفعالياتها من الولايات المتحدة. هناك قانون أمريكي يحكم أي حكومة أو إدارة أو بيت أبيض بأن لا يمول الأمم المتحدة أو أي وكالة فيها تسمح بدخول وانضمام فلسطين. فهي تجادل السفراء العرب بأن نحن نطبق القانون الأمريكي، وإذا أردتم اذهبوا إلى البيت الأبيض والكونغرس وغيروا هذا القانون. هناك نقطة قانونية يمكن لهم أن يجادلوا فيها، ولكن هناك أيضا الموقف المشترك بين الإدارة وبين الكونغرس بأن أي حل لابد أن يتم التداول عليه، التفاوض عليه على الأرض أولا، وبعد ذلك جلبه إلى هذه المنظمة وإصدار قرارات وإدخال فلسطين داخل المنظمات الدولية. المعضلة الكبرى، لا يوجد شريك سلام حقيقي في إسرائيل، وإسرائيل أطماعها معروفة ونيتها معروفة ورفضها لحل الدولتين معروف تماما. نحن أمام مشكلة كبيرة، وفي حديثي مع كبار المسؤولين هنا لا أستطيع قول أسماء، لن يوجد حل ما لم تتغير الحكومة وتوجد هناك حكومة سلام تقبل السلام وتتطلع عليه وتريد السلام مع الفلسطينيين في إسرائيل أولا. وأيضا يقولون لي لابد من إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل الوصول إلى سلام حقيقي في فلسطين. زميلي طلال الحاج مدير مكتبنا في نيويورك، طلال أنا بشكرك شكر جزيل، كنا أنا وأنت وأيضا أستاذ عصمت منصور الذي رافقنا طوال هذه الجلسات ونحن نتابع في مجلس الأمن جولة من الجولات الدبلوماسية العربية التي حاولت أن ينتقل من خلالها وهو مشروع جزائري فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية بعد هذه الحرب الإسرائيلية على غزة. ولكن كما قال طلال من أسبوع كانت الناس عارفة جيدا أنه أمريكا ستستخدم حق النقض الفيتو، وأنه الشرط الأولاني أنه يكون في 9 دول توافق على هذا المشروع، لا أكثر من 9 دول كما قال طلال، ربما 10 دول كانت موافقة من 15 دولة في مجلس الأمن على أن تنتقل فلسطين من عضوية مراقب إلى عضوية كاملة. لكن أمام حق النقض الأمريكي وامتناع البريطاني والموافقة الفرنسية والصينية والروسية وبقية الدول الأخرى يتعطل هذا المشروع، هذا هو حق نقض الفيتو. جولة أخرى ربما تخوضها دولة عربية أو مشروع آخر يحاول أن يطالب بأن تنتقل فلسطين من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية. طلحة شكرا جزيلا، أستاذ عصمت منصور شكرا جزيلا لك.